ألف مليون مبروك لجماهير النادي الأهلي على فوز وتحقيق النادي الأهلي اللقب الثالث خلال موسم 2019-2020 بعد بطولة الدوري العام. الأهلي بيحقق لقب دوري أبطال أفريقيا وبيختم الموسم بالكاس المصرية بعد مباراة طويلة مع الكابتن طارق العشري مع فريق محترم اسمه طلائع الجيش. المباراة انتهت طبعا بالتعادل الإيجابي. طلائع الجيش فضل يحارب لحد آخر دقيقة من عمر المباراة الأصلية وتعادل في الدقيقة 92، والمباراة راحت في الوقت الإضافي وراحت لركلات الجزاء، والفريق بقى الأفضل والأكثر تركيزا هو اللي توج بلقب بطولة الكاس. النادي الأهلي طبعا انتصارات في أسبوع واحد بيحقق بطولتين، هو ده حال لعيب النادي الأهلي، هو ده حال مجلس إدارة النادي الأهلي، هو ده حال جماهير النادي الأهلي اللي بتعيش بسم الله ما شاء الله فرحة كبيرة جدا على السوشيال ميديا في الشوارع بينهم وبين بعض. يمكن أعتقد أن أسبوع وشه حلو جدا جدا جدا. الأهلي كمان بيستعد أن هو إن شاء الله بما أنها مباراة أفريقية يعني نتمنى فوز النادي الأهلي على نهضة بركان في المباراة اللي هتجمع ما بينهم في السوبر الأفريقي واللي هتكون إن شاء الله في مصر في القاهرة، علشان الأهلي بقى يعني يختم 2020 بشكل عام برابع بطولة يحققها فيه. فألف مليون مبروك لكل الأهلاوية، ألف مليون مبروك للجهاز الفني ومجلس الإدارة واللعيبة، حتى اللعيبة اللي ضيعت يعني طبيعي جدا ممكن يحصل لك توفيق من عدم توفيق، لكن في النهاية الأهلي بيتفوق وبيتألق وبيتعملق. معايا واحد من نجوم بقى النادي الأهلي اللي لازم يكون موجود معايا بعد كل حدث سعيد للنادي الأهلي علشان يحلل ويتكلم، وعندنا كمان يعني حظه إن في قضايا كتيرة جدا موجودة وفي حاجات كتيرة عايز أعرف رأيه فيها. كابتن أحمد بلال، كابتن مصر، برحب بحضرتك. ازيك يا عمر؟ ألف مبروك. إيه الأخبار؟ أنت كأهلاوي ببارك لك طبعا وبارك لكل جمهور النادي الأهلي يعني ومجلس إدارة الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي وكل محبين النادي الاهلي في كل مكان. بطولات يعني احنا دايما بنقول في كره القدم المكسب بيجيب مكسب، البطوله بتجيب بطوله. صحيح. بطوله كبيره ثم بطوله كبيره ايضا كاس مصر، بطوله يعني كانت غائبه عن النادي الاهلي لفترات طويله والحمد لله انقض عليها الاسد. يمكن انا وانا معاك يعني يمكن تذكرت يعني واحد صديقنا كده زملكاوي قال لك كان بيطلع بيتكلم بيقول لك الله عليكم فرقه كل اسبوع هنجيب بطوله، فاحنا بنقول له لا خلاص كفايه عليك الاسبوعين اللي خدت فيهم البطولتين، احنا بقى نكمل المسيره وناخد احنا كل خمس ايام هناخد بطوله باذن الله ان شاء الله. يمكن انا كابتن بلال زي ما انا قلت الاهلي عنده مباراه اعتقد كمان اسبوع، يعني المفترض تكون يوم الخميس ما بعد القادم، مباراه الاهلي ونهضه بركان في السوبر الافريقي. كابتن بلال، يمكن الاهلي حقق لقب الكاس ولكن فنين عايزين نتكلم في المباراه، هل الاهلي كان عنده اجهاد؟ هل الاهلي شكله في المباراه؟ عايز اعرف رايك فيه فنيا. مش معنى ان الاهلي كسب ان احنا مش هنتكلم فنيا، هنتكلم فنيا وهننتقد وهنقول وايه اللي كان يصح، فانا عايز اعرف من حضرتك بشكل عام رؤيتك عن المباراه في البدايه. طيب خلينا نقول الاول ان لو دي مباراه في نهايه السيزون كنا هنسقف ونبارك ومش هنتكلم في الاخطاء ولا هنتكلم في او كنا هنتناول جزء صغير من الاخطاء وجزء صغير برضو من الاجزاء الفنيه، ولكن كنا هنفرح ونتبسط والاهلي خد الدوري وخد البطوله، ودايما هي دي نهايات السيزون يعني هي بتبقى كده، البطوله فقط لا غير، كل ما بيهمك او بيهم جمهور النادي الاهلي هو البطوله فقط لا غير. ولكن عشان دي مباراه او بطوله داخل السيزون نفسه ولسه وهتبقى وانطلاقه لبطولات هتبتدي دوري عام، بطوله افريقيا طبعا وكاس مصر وبطولات اخرى وعندك السوبر الافريقي ايضا، فلازم نتكلم في الجزء الفني وده شيء مهم جدا جدا جدا. عشان بس الناس ايه، عشان الناس ما تتكلمش عن قتل الفرحه، انت بتقتل الفرحه بتتكلم على اخطاء بتتكلم على الفنات، لا طالما انت في بدايه موسم وهتستمر لسه يبقى لازم يبقى في بعض الاخطاء وبعض الحاجات الفنيه اللي لازم نتناولها. الاهلي يمكن مع موسيماني حقق كل الالقاب، حقق كل المطلوب، دوري عام، بطوله افريقيا، ومن ثم النهارده كاس مصر، ومن المفترض ان بطل القاره الافريقيه كابطال الدوري هو اللي بيكون بطل السوبر، وده يعني بنسبه 90% يعني تعهدنا عليه بنسبه كبيره جدا يعني 70-80% وبطل بطل دوري الابطال هو بيبقى بطل السوبر الافريقي. ولكن بس الزمالك كان بطل الكونفدراليه، كسب الترجي بطل دوري الابطال، ما عهدنا عليه. انا بقول لحضرتك يعني الاخير بالظبط تمام. لا الزمالك كان حصل له طفره وتحول تمام، عشان كده يعني حقق الالقاب لانه برضه كسب النادي الاهلي في السوبر المصري. صحيح. فكان والزمالك برضه
يعني فريق من الفرق الكبيره، مش مش فريق يستهان به، فريق بطولات يعني بيقدر يلعب في النهائيات. ما تقدرش تقول الزمالك عشان بطل الكونفدراليه فممكن يخسر في بطوله دوري الابطال، لا انا بكلمك في الفوارق ما بين الفرق وبعضها. الاهلي الاهلي ونهضه بركان الفوارق كبيره طبعا، التاريخ لصالح النادي الاهلي، الاداء وكل حاجه اعتقد لصالح النادي الاهلي، ولكن تبقى المباراه في ارض الملعب 90 دقيقه. انا الحقيقه بص يعني موسيماني من وجهه نظري فنيا لم يقدم المطلوب منه مع النادي الاهلي لحد دلوقتي، ولا الى الان من وجهه نظري بشكل عام يعني تمام، الى الان لم يقدم المطلوب منه او المنتظر منه كاداء مع النادي الاهلي، لكن كبطولات هو حقق كل البطولات تمام. التيم بيلعب بنفس الطريقه وان كان اختلف بعض الاشياء. النهارده مباراه بتلعب طلائع الجيش، فرقه جايه من مباراه مع نادي الزمالك 120 دقيقه، يعني هي اكثر اجهادا من النادي الاهلي تمام. دخلت الجيم مع النادي الاهلي ند بالند، يعني انا الاول بحييهم طبعا على الاداء الراقي والاداء الرائع النهارده والمحاولات والعوده في المباراه في الاوقات القاتله، وكانوا عندهم شراسه كبيره جدا جدا جدا. ولكن يبقى السؤال المحير بالنسبه لي لموسيماني، فين الاداء الهجومي للنادي الاهلي الممتع بالنسبه لنا؟ اين اداء الاهلي الهجومي؟ يعني الحقيقه بشوف الاربعه اللي موجودين قدام يعني الاداء بتاعهم قليل جدا جدا من وجهه نظري. في مباراه الزمالك كان قليل جدا، في المباراة اللي فاتت كان برضو قليل، النهارده في نهائي الكاس الأداء الهجومي للنادي الأهلي قليل جدا. عايز أقول لك لو استمر الأهلي بهذه الطريقة هيتعب في المباريات اللي جاية كلها هجوميا من وجهة نظري، لكن دفاعيا الأداء جيد. طيب هل الأهلي في الدوري ممكن يتعب؟ هل الأهلي حضرتك شايف إن المنافسين اللي موجودين مع كامل الاحترام والتقدير ليهم بيسمحوا إن النادي الأهلي يحس بالتعب في الناحية الهجومية، ولا حضرتك ممكن تتكلم على البطولات الأكثر قوة زي دوري ابطال افريقيا مثلا؟ هنتكلم زي بطولة الاهلي هيلعب فيها كاس عالم للاندية، هيلعب في السوبر الافريقي، هل حضرتك ده المقياس ولا مقياسك بشكل عام على كل البطولات المحلية الافريقية؟ لا انا بتكلم بالمقياس بشكل عام، يعني طبعا انت كل ما بتتدرج للبطولات او قوة البطولات طبعا او قوة المنافسين الموضوع بيبقى اصعب، لكن انا بكلمك في الدوري المحلي النهارده، انت لعبت الزمالك وبعدها لعبت السيمي فاينال اللي فات كسبته برضه، يمكن كان الاداء الهجومي بتاعك برضو قليل، النهارده برضو الاداء الهجومي ما شفتهوش، مش ظاهر. انا مش بتكلم بقى على انك بتسجل هدفين او ثلاثه او بتوصل المرمى، لا بتكلم على التحركات الاماميه، بتكلم على الترابط ما بين اللعيبه وبعضها، بتكلم على طريقه اللعب على اطراف الملعب، الاختراق من العمق، الثرو باسز اللي بتتلعب، الكرات اللي بتتلعب ما بين قفشه مثلا ومروان محسن، الدبل باس اللي الكلام ده كله لسه ما شفناهوش. احنا شفنا موسيماني كبير جدا. انت عندك تليفون؟ عندنا تليفون مهم جدا جدا مع نائب رئيس النادي الاهلي معالي الوزير العمري فاروق. يا فندم مرحب بحضرتك والف مليون مبروك. الله يبارك فيك كابتن عمر ومسيا حبيبي، ربنا يخليك، ومبروك للكابتن احمد بلال، مبروك مبروك مبروك. مبروك مبروك يا معالي الوزير، مبروك يا حبيبي، مبروك لكل الاهلاويه، الف مبروك وعبال البطوله اللي جايه ان شاء الله، بطوله السوبر الافريقي ان شاء الله. الله يخليك كابتن، ومبروك للكابتن محمود الخطيب ولكل الاهلاويه واعضاء النادي الاهلي وكل كل كل الناس اللي بتحب النادي الاهلي. يعني يعني يا فندم زي ما حضراتكم معودين الجمهور، معودين الاعضاء، دايما النادي الاهلي في الصداره بيحقق كل البطولات، بسم الله ما شاء الله. يعني موسم 2019 2020 كان مفرح لكل الاهلاويه، الاهلي حقق المعادله اللي دايما جمهوره يا فندم متعود عليها من بطوله دوري، بسم الله ما شاء الله، لبطوله دوري ابطال افريقيا وبطوله الكاس، والجمهور الاهلاوي طبعا منتظر مباراه السوبر الافريقي امام فريق نهضه بركان. ان شاء الله باذن الله رب العالمين، ان شاء الله كده ربنا يكرمنا كده ونسعد جمهورنا دايما كده رب العالمين. ومبروك مبروك حقيقي، ثلاثيه دوري وكاس وكاس افريقيا، وان شاء الله يبقى السوبر، وان شاء الله هو ده دايما النادي الاهلي، وترجع كل الكؤوس دايما جوه النادي الاهلي. ومبروك للعيبه والجهاز الفني، قضيتوا مباراه طيبه. فريق طلائع الجيش الحقيقه فريق كبير، فريق محترم، صحيح ادى مباراه الحقيقه مميزه جدا جدا جدا، وكان قريب زي ما النادي الاهلي كان قريب. وماتشات الكاس تملي، هي بتبقى كده تملي، محتاجه ان احنا نبقى مركزين لحد اخر لحظه. صحيح. كل الاحترام والتقدير ليهم، والف الف مبروك للنادي الاهلي، وهارد لك كابتن طارق العشر الحقيقه، يعني مدير فني محترم متميز مجتهد. يعني يا فندم دايما بتكسبوا الرهانات اللي دايما بتخشوها ودايما بتراهنوا عليها، وجود موسيماني يمكن في الاسبوع الثاني اهو بيحقق بطوله الكاس، يعني يعني شايفين يا فندم ان موسيماني يعني حقق اللي حضراتكم طالبينه، كمان حقق كمان اكتر، ولا حضراتكم مستنيين منه المزيد والمزيد من البطولات والانتصارات؟
اكيد اكيد هو الحقيقه كان جاي في وقت صعب جدا، وهو كان عارف دوت، ويمكن لو كنا سمعنا الكلمه الكابتن محمود كان قالها صحيح. الحقيقه في الاحتفاليه قال كده بالفعل ان الراجل كان جاي وعارف انه مطلوب منه بطوله افريقيا ومطلوب منه بطولات جايه متتاليه ورا بعضها، وان الملف الحقيقه فيه مسؤوليه كبيره جدا تجاه جماهير النادي الاهلي بحجم اسم النادي الاهلي. مطلوب منه الكتير الفتره الجايه، طبعا هيحصل اكيد تجانس اكتر ما بين اللعيبه وبعضها في الخطط وبعضها، الامور هتبقى افضل، الاداء ان شاء الله يكون احسن كده باذن الله رب العالمين الفتره الجايه. متفائل يا فندم بالنسبه للرياضه المصريه الفتره اللي جايه بشكل عام؟ اكيد النادي الاهلي لما بيبقى متميز دايما في البطولات اكيد بيأثر بنسبه كبيره جدا على منتخب مصر. يعني لغه الارقام مش لغه الانتماء للنادي الاهلي، لغه الارقام قالت كده واكدت كده ان طول ما النادي الاهلي بخير الرياضة المصرية بخير في ملفات كتيرة جدا، لأنه داعم رئيسي لمنتخب مصر الحقيقة من خلال مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين. طبعا ده لا يقلل من تيم نادي الزمالك أو من أي فرق متميزة موجودة اوريدي بتنافس في البطولات المحلية كلها. إحساس حضرتك يا فندم لما قفش ضاع ضربة الجزاء، هل حضرتك كنت يعني قلقان ولا حضرتك كان عندك كل الثقة في لعيب النادي الأهلي إنهم يحققوا المكسب؟ اكيد بطولات الكاس يعني مرهقه ومتعبه، وضربات الجزاء بالفعل فيها شيء من يعني التذبذب، ممكن في لحظه تبقى التوفيق حليفك، ممكن ما يكونش التوفيق حليفك، اكيد كان في نوع من التوتر، انما في النهايه عندنا ثقه ان النعمه من عند ربنا، ان ربنا هيسر لنا الخير وانه هيوفقنا، وان لعيبتنا هتركز وانها هتحاول تسعد جمهورها بكل ما اوتيت من قوه ومن جهد يعني. فالف الف مبروك، انت معاك كابتن النادي الاهلي كابتن احمد بلال، وياما اسعد جماهير النادي الاهلي، وياما احرز اهداف في توقيتات صعبه جدا، يقدر هو اكتر واحد يقول لك كمان تحمل مسؤوليه اللاعبين تجاه جماهير النادي الاهلي بيبقى عبء كبير جدا على نفسياتهم اكيد. صحيح يا فندم. يمكن يا فندم في ظل يمكن الطفره الاخيره اللي بيعيشها النادي الاهلي، يمكن وفي فتره كده بنعيشها في الرياضه المصريه بشكل عام، يعني كان في بعض الكلام يا فندم على ان هيتم توجيه الدعوه لبعض الانديه المصريه منهم الزمالك علشان يحضروا احتفاليه تتويج الاهلي بلقب دوري ابطال افريقيا، هل فعلا الفندم الكلام ده مطروح جوه مجلس الاداره، وهل حضراتكم ناويين تاخدوا خطوه ايجابيه؟ طبعا هتفرق جدا جدا في السوشيال ميديا وما بين حتى الجماهير العامه اللي بتشجع كره قدم ان الانديه المصريه تكون موجوده او مجالس الادارات تبقى موجوده في الاحتفاليه دي، ولا الكلام لسه مطروح ولسه بتفكروا فيه؟ والله النادي الاهلي بيحترم كل المؤسسات الرياضيه اللي موجوده على ارض مصر، النادي الاهلي طول عمره الحقيقه بيقدر ويعزز كل مؤسسه رياضيه موجوده على ارض مصر. انما يعني بشكل عام اللي انت بتقوله انا اول مره اسمعه، يعني ما دام بالنسبه لنا ما طرحش مش على مؤسسه نادي الزمالك، على اي مؤسسه. تمام. احنا لسه كسبانين البطوله ما بقالناش 10 دقائق، فما فيش حاجه يعني واضحه، يعني انا ما اعرفش طبعا الخبر جاي منين. انما طبعا كل التقدير والاحترام الى كل المؤسسات الرياضيه في مصر. الاسماء اللي انت قلتها كلها لها احترامها ولها تقديرها، لها جمهورها ولها يعني وله شعبيته، فله تقدير واحترام، وفي النهايه كلهم مصريين. صحيح يا فندم، صحيح يا فندم. يعني يا فندم عايز حضرتك كلمه خيره لجمهور الاهلي بمناسبه الفوز وبمناسبه تحقيق النادي الاهلي اللقب الثالث في 2020 وفي انتظار اللقب الرابع في مباراه السوبر الافريقي، فندم تقول لهم ايه في النهايه؟ اقول لهم انتوا تستاهلوا اكتر من كده، انتوا اللي دايما واقفين في ظهر النادي الاهلي، انتوا دايما السند، انتوا دايما القوه، انتوا دايما العطاء، انتوا دايما اللي بتحطوا الناس الحقيقه امام مسؤولياتها. فنتمنى يا رب ان احنا نكون بنجتهد ان احنا نسعدكم كلنا على قلب رجل واحد، مجلس اداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب. صحيح. الف الف مبروك، تحملت الكثير خلال الفتره اللي فاتت، وربنا بيكرمك وبينصرك بيكبر بخاطرك، الف 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 مبروك. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، الف مليون مبروك. معالي وزير الشباب والرياضه الاسبق ونائب رئيس النادي الاهلي الاستاذ العمري فاروق، وبقول له الف مليون مبروك طبعا، وبشكره على تواجده معانا. يمكن كابتن بلال عايز ارجع لحضرتك مره ثانيه ونتكلم على المباراه بشكل عام. يمكن كابتن طارق العشرة كابتن بلال نجح ان هو ياخد النادي الاهلي للوقت الاضافي، نادي طلائع الجيش حقق المكسب في الدقيقة أو هدف التعادل في الدقيقة 92، وبالتالي طلائع الجيش كان عندهم أمل إنهم يحققوا بطولة قدام فريق كبير زي النادي الأهلي، ولكن يعني الأهلي بإصراره بعزمته قدر إن هو ياخد اللي هو عايزه من المباراة. هل حضرتك كنت قلقان بعد هدف طلائع الجيش ولا لأ؟ خليني بس قبل ما أجاوب على السؤال، عايز تعلق على المداخلة ولا تعلق على إيه؟ أنا هعلق على السؤال بتاعك بس أنت. طيب بص، هو السؤال بص
اللي انا عارفه انا هقول لك ايه اللي حصل. الاهلي النادي الاهلي المفروض هيوجه دعوه، بس انا يعني جبتها ايه الانديه بشكل عام. تمام. الاهلي يوجه دعوه او هيوجه لنادي الزمالك يقول له تعالى علشان يبقى موجود في احتفاليه تتويجه بلقب دوري ابطال افريقيا. كلام جد طبعا، ودي خطوه محترمه جدا جدا، ولازم مجلس الاداره الزمالك يقبل ويكون موجود. انت متخيل كابتن بلال دي هتشيل قد ايه من التعصب موجود على السوشيال ميديا؟ انت متخيل بجد والله؟ طب قول لي، طب انت ايه اعتراضك؟ قول لي طب والله. لا بص بص، التقدير والاحترام تمام موجود لجمهور نادي الزمالك طبعا، ولمجلس اداره نادي الزمالك ولاعيبته، يعني ده لا شك فيه على الاطلاق يعني تمام. وكون ان احنا بنحترم جمهور نادي الزمالك ونقدره ده شيء تاني، والمنافسات في ارض الملعب ده شيء مختلف خالص طبعا تمام؟ طبعا. لكن انا اكسب المنافس يقول تعالى ماشي، بس انت دلوقتي لا صعب. بس ده صعب. طب انت وهو كمان صعب يجي. انا بتكلم على مجلس الاداره، بتكلم على مجلس الاداره الاداره الحالي بيمثل. طب انت دلوقتي لو عزمت مجلس الاداره ده وحضر ورئيس نادي الزمالك طلع اتكلم وقال كلمه، هل دي مش هتاثر في الجمهور ومش هتاثر في نبذ التعصب اللي احنا بننادي بيه، ولا حضرتك شايف كده؟ لا كده اصل ده الموضوع ملوش علاقه بالتعصب خالص تمام. يعني كل المجلس ده يحضر او ما يحضرش ده ملوش علاقه بالتعصب، بس يعني انا هقول لك على حاجه لطيفه جدا. هو لو جه لو الاهلي فعلا وجه دعوه لمجلس اداره نادي الزمالك وراح المجلس وحضر الاحتفاليه بتاعه النادي الاهلي، طب احنا رحنا ده رحنا بالرياضه في حته تانية خالص. طب احنا عايزين نجيب العميد محمد مرجان عشان كان ليه تصريح رحنا الصبح حته تانية خالص على احد المواقع لو ينفع. بس انما خد بالك برضو بص، يعني الكلام حلو لكن منطقيا لما نيجي نتكلم، يعني النهارده عمرك شفت انت ريال مدريد بياخد بطوله لازم برشلونه يقول لي تعالى احضر الاحتفاليه بتاعتي؟ بس احنا بس هم عندهم على السوشيال ميديا مش زي عندنا. احنا عندنا الموضوع وصل لابعد الحدود يا كابتن بلال. الموضوع عندنا يا كابتن صعب قوي ان يعني عارف انا ممكن اقول لك ايه؟ انا ممكن اقول لك ممكن تتعمل مبادرات كده ما بين اللعيبه القدامى وبعضها، ما بين اللعيبه والجداد الصغيرين وبعضهم، ندعو لنبذ تعصب. لكن انا عايز اقول لك على حاجه، يعني انت بتتكلم النهارده احمد الشيخ راح الزمالك حلو، وهو لسه ماشي من النادي الاهلي. كره القدم هي لعبه للمنافسه الشريفه داخل مش الملعب، مش للخصومه. لا مش للخصومه، للمنافسه. في فرق بين المنافسه خد بالك. احنا مثلا لما الاهلي يكسب ونيجي نحفل على الزمالك احنا ده هزار. خد احنا بنهزر يعني تمام، بنهزر وبنتكلم وبنضحك، لان احنا لينا اصحابنا زملكاويه ولينا قرايبنا ولينا ممكن يكون في كل بيت واحد فينا عنده حد زملكاوي. فاحنا في الاول في الاخر احنا علاقه يعني. كابتن حضرتك بتتكلم عن نفسك صح وانا بتكلم عن نفسي، لكن يا كابتن في ناس. انا بصراحه لو كسبت مش هدعي حد بصراحه. عايز اقول لك ان العميد محمد مرجان قال لي تصريح الصبح على بيقول هندعي دعوه، بيقول فكره دعوه مجلس الزمالك لحضور احتفاليه نادي القرن هي فكره مطروحه، عشان بس حضرتك فاهم مختتم الكلام. وقال احتفاليه ايه؟ نادي القرن. هي دوري ابطال افريقيا نادي القرن. وفي الاخر يعني قال ان دعوه نادي الزمالك امر طبيعي، لان الاهلي ليس له ازمه او مشكله مع اي طرف. فانا بقول لحضرتك موضوع طبيعي جدا، وفي نفس الوقت يهدي الاجواء اللي موجوده. يعني زي ما حضرتك عارف انت تخيل كره القدم هي القوه الناعمه اللي في الاخر اللي انت بتقدر ان انت تسيطر بيها على الاجواء. ولكن خليني ارجع لك مره ثانيه يا كابتن بلال واقول لك خفت بعد ما طلع الجيش حقق هدف وتعادل في الدقيقه 92؟ لا لا ما خفتش في الدقيقه 92، لكن قلقت من سيناريو اهلي وزمالك كاس مصر او كاس السوبر حسام حسن. احنا ضيعنا ركلتين جزاء، الزمالك قدامه فرصتين تمام، الزمالك بيضيع ثلاث ركلات جزاء والاهلي بيكسب البطوله. فعارف في ثواني السيناريوهات بتيجي في دماغك ان انت الاهلي يعني متقدم 3-1 وعنده فرصه لتسجيل اول هدف وينهي اللقاء بتضيع، وعنده فرصه ثانيه لتسجيل الهدف الثاني وينهي اللقاء، وفي الاخر يعني بينجح القائم وينجح محمد الشناوي ان هو يخرج بالاهلي ويخلي الاهلي يحصل على البطوله. موقف صعب جدا جدا جدا. خد بالك انت دايما ركلات الترجيح بتبقى المشكله كلها او اللي عنده حماس اكتر هي الفرق، مش الاهلي، الفرق الثانيه. مش عايز اقول الصغيره، لان النهارده طلع الجيش الحقيقه يعني اثبت انه فرقه كبيره، فرقه محترمه قادمه في الدوره. السنه دي ممكن ياخد مركز يعني هايل جدا، عنده تشكيله من اللعيبه رائعه جدا جدا بيتم توظيفهم داخل الملعب، وهو ده الاهم من قبل كابتن طارق العش بشكل جيد جدا جدا يعني. فالنهارده لا، هم الرغبه لما بتروح لركلات الترجيح زي الاهلي والزمالك في السوبر المصري في الامارات، الزمالك عايز يروح للمباراه لركلات الترجيح، الاهلي مش عايز يروح. فانت دايما الفرقه اللي بتبقى عندها الحماس هي الفرقه الاقل فنيا في المباراه. الاقل فنيا في المباراه تمام كان حرس الحدود، فهو دايما عايز يروح
لحته ركله الترجيح. اولا لانه مطرود منه لعيب خلاص عمل جهد بذل جهد جامد جدا، وصوله لنهائي الكاس ده يعني بعد معاناه كبيره جدا 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 بيلعب النادي الاهلي، فبالتالي لما يوصل مناصفه ما بينه وما بين الاهلي بيبقى هو عنده الرغبه وهو عنده الاصرار الاكتر وهو عنده العزيمه الاكتر، وما بيبقاش قلقان ومتوتر، بالعكس بيبقى عنده هدف اسمى اكبر بيخليه يخرج او يشيل التوتر ده من عليه بشكل كبير يعني. طيب انا عايز اتكلم معاك كابتن في تشكيله مباراه النادي الاهلي، يمكن التشكيله بشكل عام ما حدش بصراحه كان يتوقع ان بدر بنون يبدا من بدايه مزبوط. المباراه وكمان بدا على حساب ياسر ابراهيم. هل حضرتك لو كنا اتكلمنا قبل المباراه وناقشنا كده التشكيل انا وحضرتك، هل كنت تتوقع ان ممكن لو بدر بنون كان يبدا، هل كان ممكن يبدا مكان ايمن اشرف ولا ياسر ابراهيم؟ ده رقم واحد. ورقم اثنين، هل انت شفت بدر بنون ظهر بالشكل اللي يعني كل الجماهير متوقعاه بما انه اول مباراه ليه ومباراه كاس ومباراه حساسه وكمان سجل في ركلات الجزاء؟ انا اعتقد ان ده شيء يتحسب له، بيلعب في مباراه فيها ضغط اول مباراه ليه وبينجح ان هو يطلع بشكل كويس وبيسجل ركله الجزاء كمان. شوف كمعطيات كره القدم انا الاول بس رايك الاول ان هو يبدا من هو كمعطيات في معطيات كره القدم لا انا شايف ان هو اخطا عندما اشرك بدر بنون واخطا عندما اشرك طاهر محمد طاهر. ده من وجهه نظري الشخصيه. طيب علشان اولا لما هو عندي اثنين لاعبين بطوله نهائي بطوله افريقيا بالشكل وبالاداء الرائع ده، بس اجاي مصاب فكان لازم يشرك. بتكلم على الاثنين الاول اللي قدام اللي ورا يعني ايمن اشرف، بتكلم على ياسر ابراهيم. واحنا قلنا المره اللي فاتت يعني ياسر ابراهيم مبروك عودتك للنادي الاهلي، هيقعدوا تاني وهنستنى عليه هنستنى عليه شويه حلوين تانيين يعني. فالنهارده لما يكون عندي اثنين كان هم افضل العناصر اللي موجوده في النهائي الافريقي، ما ينفعش تحرم واحد فيهم من النهائي من نهائي الكاس. دي رقم واحد تمام، لان انت كده بتصدر يعني او بتدي مسج، خد بالك انت انك بتلعب وبتنزل وبتشرك وبتطلعش وبتنزل في توقيت وبتتغير في توقيت، دي كلها رسائل للعيبه داخل الملعب، رسائل غير مباشره للعيبه. انا عايز منك ايه؟ انت الهدف بتاعي بعد كده ولا لا؟ هلعب بيك بجهزك ولا ما بجهزكش؟ هتلعب ولا مش هتلعب؟ هغيرك ولا لا؟ احتماليه وجودك كاساسي موجوده ولا لا؟ دي كلها من التشكيل ومن التغييرات. النهارده لا اخطا فعلا موسيماني في ان هو بيبتدي ببدر بنون، لان عندك ياسر ابراهيم عمل المباراتين اللي فاتوا او الثلاث مباريات اللي فاتوا عملهم بشكل رائع جدا جدا جدا. فكان من الافضل الحفاظ على الاثنين المساكين بتوع النادي الاهلي، كان من وجهه نظري يعني. عايز تلعب بدر بعد نهائي الكاس خلاص، ابتدي يلعب بيه مثلا في بطوله الدوري، ابتدي جهزه، ابتدي شوف، ممكن تستنى عليه كمان لبعض الاوقات تشوف الاثنين اللي موجودين في الملعب. انا النهارده لما اكون بادي بشكل كويس قوي ما فيش تيجي تقعدني بقى عشان انت تعاقدت مع لعيب، تنتظر تنتظر خطا هفوه تديني تشركني ثلث ساعه نص ساعه ابتدي اجهز، لكن تجيب لعيب هو كمان مش جاهز بدنيا تشركه في مباراه نصف النهائي وعندك لعيب لعب المباراه النهائيه بشكل كبير جدا وادى اداء رائع، ده بعتبره يعني 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 بتجور على حق لاعب من بس يا كابتن طاهر ما كانش قدامه اوبشن هو غير ان هو طاهر عندك كهرباء يا اما كهرباء. طب هل حضرتك شايف ان كهرباء في الوقت الحالي شايف انه يقدر يلعب 120 دقيقه؟ احنا كده هنتكلم بقى، هنتكلم في الكوره ونتكلم بقى محبه. طيب طاهر محمد طاهر بقى له قد ايه مريح؟ بقى له كتير طبعا، كتير جدا، بس هو لعبه الماتش اللي فات كتير جدا شويه، اخد كده شويه في الاخر ماشي شويه صغيرين قد كده بس بعيد قوي بقى له فتره. تحط في مباراه زي المباراه النهائي دي مع فريق انت شفت اداؤه قدام الثلاث فرق، قدام بيراميدز شفت اداؤه قدام الزمالك، فرقه قويه فرقه محترمه عندها دفاع قوي يعني، وانت لعيب عندك عايز تبتدي تديله تشركه، ما ينفعش تحطه في مباراه زي كده. هل النهارده طاهر محمد طاهر ظهر بادائه؟ هل ظهر النهارده كلاعب اضافي للنادي الاهلي؟ هل ادى النهارده من الناحيه الهجوميه ادى اللي عليه النهارده؟ ما كانش موجود في الملعب. تجربه جديده ولسه لعيب، بس ما ينفعش في نهائيات في نهائي الكاس ما ينفعش تقول انا بجرب اللعيب، لا ما ينفعش. ربنا كرم الحمد لله ووفق وربنا يسر الحال وقدرنا ان احنا ناخد البطوله، ولكن لو كان الاهلي خسر البطوله كنت هتحط عندك 10 نقط في اداء موسيماني وتفكيره وطريقه لعبه. النهارده كمان من الحاجات اللي انا بقى اعيب عليها على موسيماني، واحنا قلنا وانا قلت الكلام ده مش تقليلا من الكاس ولا ان الاهلي خد الكاس خلاص، لان احنا داخلين على مباراه اصعب وبطولات اصعب. انا بتكلم في ايه؟ انت لعبت 30 دقيقه ما بانش ان الاهلي زياده لعيب، عنده زياده لعيب ما بانش. ازاي ما استغلتش اطراف الملعب؟ ازاي ما قدرتش تخلق فرصتين ثلاثه للتسجيل وانت زياده لعيب بتلعب فرقه جايه من 120 دقيقه بالزمالك قدامك بتلعب ب 10 لعيبه؟
2018 ازاي ما استغلتش اطراف الملعب وابتديت تلعب باثنين فراوده على طول على طول من بعد ما طرد لعيب طلع جيش احمد علاء لازم على طول تحط لعيب فرقه الثاني، تبتدي تشغل الاطراف، تبتدي تعمل كرات عرضيه، تضغط على لعيبه طلع الجيش في نص ملعبهم ما تخرجهمش. لكن اللي حصل ابتديت تلعب برده بنفس الطريقه بنفس الريتم البطيء، ما شفناش الحاجات اللي بتتعامل ما بين الباك ليفت والوينج ليفت او الباك رايت والوينج رايت. يعني حسين الشحات النهارده ما شفناهوش مع محمد هاني في اي كرات الشغل، ما شفناش محمد طاهر مع علي معلول. بالعكس كان عارف هو اللي بيقوم بالدور ده. يعني طاهر يا كابتن زي مش بقصوا عليه، مع علي معلول يمكن لسه ما لعبوش مع بعض. انا مش بقصوا عليه، انا عارف، انا بقول لحضرتك، ولكن انا 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 وجهه نظري للمدير الفني وليس للعيب. اللعيب هو عايز يلعب، صحيح، وده وضع طبيعي. لكن هل هو عنده جاهزيه بدنيه؟ هل هو عنده جاهزيه فنيه؟ لا، ما كانتش موجوده. اذا ما يلام هو المدير الفني. لان انت مباراه زي كده لو خرجت ولو خرج الاهلي منها وحصل طلع الجيش على البطوله، انت كل دي هتبقى نقاط سيئه جدا في اداء موسيماني النهارده في المباراه. طيب يا كابتن، قبل بس ما اسالك السؤال التالي، معايا سياده العميد القائد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. يا فندم مهم، برحب بحضرتك والف مليون مبروك. الحمد لله يا عمر، ازيك؟ ومبروك علينا كلنا، ومبروك على النادي الاهلي، فضل ربنا سبحانه وتعالى كبير علينا كلنا، الحمد لله. الحمد لله. وتحياتي للكابتن احمد الدلال، ويعني بنحاول نعيد ذكريات وهم موجودين في الملعب، الحمد لله رب العالمين، ربنا يكثر. مبروك يا سياده العميد، الف مبروك كابتن احمد، ربنا يخليك. الف مبروك، جهد كبير جدا طبعا، يعني الف مبروك عليه. يعني ربنا والله الحمد لله. يعني يا فندم انتصارات بطولات، بسم الله ما شاء الله، يعني النادي الاهلي بيعيش فتره زي ما احنا متعودين ومعود جمهوره دايما. يا فندم الاهلي دايما بيكون متفوق في كل حته. النادي الاهلي عنده كمان بطوله، يمكن كمان اسبوعين نهائي السوبر الافريقي امام فريق نهضه بركان، وبالتالي الجمهور منتظر من النادي الاهلي تحقيق بطوله الرابعه في موسم 2020 ان شاء الله، يعني نتمناها اهلاويه امام فريق نهضه بركان. ولكن يا سياده العميد، يمكن كان حضرتك تصريح الصبح عن موضوع دعوه النادي الاهلي لنادي الزمالك والكلام اللي كان مطروح، فانا عايز اعرف راي حضرتك ايه، وهل الكلام ده فعلا صحيح ان الاهلي هيدعو نادي الزمالك على انه يبقى موجود في الاحتفاليه اللي هتكون خاصه بدوري ابطال افريقيا يا فندم، ولا لا؟ شوف ان شاء الله باذن الله الاحتفاليه نادي القرن او الدوري، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا بدوري ابطال افريقيا، والنهارده الحمد لله بنضم الكاس. احنا شغالين في الترتيب للاحتفاليه من شهر مع شركه راعيه برزنتيشن، وهي شركه يعني شريك فينا او الشريك الاساسي. صحيح يا فندم، يعني صحيح، وهو من حقه اللي هو بيعمل حفله عشان خاطر الاحتفال بالدوري العام او احتفال بالبطولات اللي احنا بنصرح عليها. فربنا سبحانه وتعالى اكرمنا النهارده، بقى في دوري عام، بقى في دوري ابطال افريقيا اللي كان الحلم اللي بقاله 7 سنين، بقى النهارده بنضم كاس مصر ان شاء الله باذن الله، وربنا يا رب يتمها بقى زي ما انت قلت كده في سوبر افريقيا ان شاء الله باذن الله. فده حقهم طبعا، واحنا ان شاء الله باذن الله نحتفل وكل جماهير الاهلاويه تحتفل معانا. طبعا انت عارف اجراءات كورونا، احنا بقى لنا شهر بندرس الموضوع، وفي اكتر من تصور الشركه عرضاه، واحنا طبعا اكيد لسه بنناقش هذا الكلام، وبنرحب بكل مشاركه كل الانديه المصريه، لان دوري ابطال افريقيا ده انتصار للكره المصريه، فما فيش اي مشاكل. النادي الاهلي زي ما قلت قبل كده ما عندوش اي مشاكل، صحيح، مع اي حد. كل الانديه النهارده بقت كل الانديه اللي بتشارك معاك انديه قويه جدا جدا جدا، طول ما انت بتنفذ لوائح بتنفذ قوانين، طول ما في عداله موجوده هنوصل للرياضه اللي احنا عايزينها في ظل الدوله المصريه النهارده اللي موجوده بالقياده السياسيه القويه للي مصر عايزاه. النهارده نهائي بطوله افريقيا كان مصري، ودي اول مره تحصل في التاريخ، بينظم في استاد القاهره. النهارده برضه نهائي كاس مصر، وبتفرج على مباراه قويه جدا جدا بين فريق النادي الاهلي وبين فريق الجيش، فريق قوي برضه النهارده، قدوا مباراه قويه جدا. اتفرج برضه على تسليم ورفع الكاس، والاستاد كبير دوران موجود. لا، في يعني ناس لازم تفتخر بيه، كل الجماهير لازم يفتخروا بهذا الكلام، جماهير الكره المصريه وكل بيشارك في صناعه الكره المصريه. فالحفله دي، الاحتفاليه دي، مطروح فيها كل الترتيبات. هنقعد مع الشركه ان شاء الله باذن الله، وهنحدد، واحنا نتمنى مشاركه كل الانديه المصريه معانا، لان هرجع اقول تاني كلهم مشاركين معنا في النصر، لان بطوله افريقيا دي تمثل مصر، مش النادي الاهلي فقط لا غير. النادي الاهلي هو صاحب البطوله، ولكن النادي الاهلي ده بيمثل مصر، النادي الاهلي اسمه النادي الاهلي المصري، وان شاء الله هنكون في كاس العالم
لنرفع اسم مصر ان شاء الله باذن الله. يعني يا فندم انا يعني انا عايز اوضح دور كده يا فندم، يعني حابب اشكر حضرتك عليه. يمكن دور حضرتك يمكن الراجل اللي بسم الله ما شاء الله يعني ورا الكواليس دايما تعب ومجهود كبير من حضرتك في كل الماتشات في كل المناسبات، عامل شغل يا فندم على اعلى مستوى. فانا طبعا يعني اعضاء النادي الاهلي والجماهير دايما اللي بتكون موجوده بتشكر حضرتك، وانا من هنا بشكر حضرتك يا فندم على كل المجهودات اللي حضرتك بتعملها، ودي حاجه مش غريبه عليك ابدا يعني. والله يا كابتن عمر انت عارف يعني الحمد لله انت ابن النادي، وعارف في ناس احسن مني كتير وفي ناس موجودين، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني في الفتره دي انا لا الشرف اللي انا ابقى موجود في هذا المكان، لكن كتير جدا 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 وشركاء معانا في صناعه هذا النجاح. مش حد بيشتغل لوحده، وعائله النادي الاهلي اللي كابتن خطيب اختارها عنوان للانتخابات بتاعته ومجلس ادارته، هو ده اللي احنا بنحاول نحققه بقدر الامكان. صبرنا كتير جدا، يمكن ربنا سبحانه وتعالى فضله كبير علينا. انت النهارده بتحصد مجهود 3 سنين من اول يوم شغل، من اول يوم بنتحمل، من اول يوم الراجل يتحمل على عاتقه كل شيء عشان النهارده تحصد وتوصل اللي احنا فيه. اللي انا هرجع اقوله تاني، النادي الاهلي لما بيتكلم في اي لعبه بيتكلم لمصلحه الرياضه، مصلحه يعني مجرده، يمكن كابتن احمد بلال عارف كده. النادي الاهلي اما بيتكلم في حاجه بيبقى عايز المصلحه العامه وليس المصلحه الخاصه. الحمد لله رب العالمين المصلحه العامه دي اللي كلنا بنرجوها لقوه الرياضه المصريه وقوه مصر واستعاده مصر مكانتها في افريقيا واستعاده مصر مكانتها ان شاء الله باذن الله في العالميه على كل الالعاب. يمكن الكوره دايما ليها النصيب الاكبر، وجماهيرنا جماهير الكوره المصريه دايما بتحب البطولات، فان شاء الله باذن الله هو ده اللي احنا كابتن محمود شغال عليه، هو والناس المعاونين كلها على قلب رجل واحد، فربنا يكرم ان شاء الله. يعني اتمنى الفتره اللي جايه القوانين بتتنفذ واللوائح كل المشاركين بيشاركوا للصالح العام فقط لا غير، ربنا ينصرنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يا فندم دايما من نجاح لنجاح. وبشكر حضرتك على مجهودك وعلى وجودك معايا يا فندم. سياده العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، ويمكن كده خلاص علشان الكابتن احمد بلال يكون بقى متاكد. شفت الموضوع مطروح ازاي اهو تحت الدراسه والشركه الراعيه تحت الدراسه تحت الدراسه، يعني الموضوع مطروح. يعني الاهلي ممكن يوجه دعوه، نادي الزمالك بقى مشكورا لو موجود. اعتقد ان دي هفضل مصمم خطوه يعني هتاثر كتير جدا في الرياضه المصريه بشكل عام. والله هتأثر والله هتأثر ولا هتأثر؟ لا هتأثر مش هتأثر يعني هتأثر المسافات اللي موجودة في التعصب طبعا هتؤثر بالإيجاب إن شاء الله. طيب بعد الفاصل عايز أسألك سؤال على طريقة موسيماني. يمكن لحد دلوقتي البعض بيقول إن موسيماني ماشي بنفس طريقة ريني فالر علشان ما كانش عنده الوقت إن هو يغير كتير في التكتيك اللي موجود. هل دلوقتي ده الوقت المناسب اللي موسيماني يعرف ياخد نفسه ويقدر إن هو يغير، ولا ده مجرد كلام لا محل له من الاعراب؟ هعرف اجابتك بعد الفصل. اجلها أوكي بعد الفصل، خليكم دايما معانا. برحب بحضراتكم من جديد. السؤال اللي قلته للكابتن احمد بلال قبل الفصل، هل موسيماني بيلعب بنفس الطريقه اللي كان فايدر بيلعب فيها، وان الوقت مش بيساعده او مش مساعده على انه غير ويعتمد على التكتيك بتاعه، بما انه بيلعب مع فريق سان داونز 4-1 4-1؟ ده كلام التحليل وده كلام الناس بتتكلم في الكوره، فانا مع واحد بيتكلم في الكوره زيهم، فانا عايز اعرف هل الكلام ده صح ولا غلط. ده كلام الناس العالين. العالين قوي بزياده يعني. لا طبعا مش هيغير اكيد. شوف لو كان المدير الفني عايز يغير كان يقدر يغير في اي توقيت. مش هيغير في اللعيبه في الاسماء تمام، لكن ممكن يغير في بعض الحاجات داخل الملعب. انا الى الان زي ما قلت لك يا عمر لم ارى موسيماني داخل النادي الاهلي. انا شفت راجل كده حلو لطيف قاعد على دكه البدلاء بيعمل شويه تغييرات، بيبتدي يحط تشكيل، يعني حط شيل فايلر حط موسيماني، شيل موسيماني حط فايلر. الاهلي لم يتغير في اي شيء على الاطلاق. واللي يطلع يقول لك الاهلي تغير ويديني حاجات فنيه كده يعني انا اتحداه يعني. تمام، الاهلي لم يتغير مع موسيماني الى الان. خد بالك الى الان دي قد يجوز ان ممكن يكون في عنده شغل ممكن يشتغلوا مع اللعيبه بعد كده، قد يجوز انه ممكن يغير طريقه اللعب، قد يجوز ان هو مستني سيرينو عشان يجي النادي الاهلي ويكون هو العصا السحريه بالنسبه له لتغيير طريقه اللعب وتغيير الخطه. ممكن كل دي حاجات وارده في كره القدم، ولكن احنا على الورق وامامنا في الشكل اللي احنا شايفين بالنادي الاهلي، سواء اذا كان في مباراه الوداد هناك الاهلي لما يستحوذ، مباراه الوداد هنا هي المباراه الافضل بالنسبه للاهلي وهي المباراه الأسوأ بالنسبه للوداد. هو يعني ادار المباراه بشكل جيد ولكن الاهلي تفوق يعني، وكان وضع طبيعي جدا، كسبان 2 هناك النهارده بتلعب فرقه ميته يعني تمام. ولكن امام الزمالك
المباراه اللي فاتت برضو في نصف النهائي، نصف نهائي كاس مصر، المباراه النهارده نهائي كاس مصر، انا لسه ما شفتش بصمات موسيماني على فريق النادي الاهلي. كسب ثلاث بطولات، وثلاث بطولات مهمين جدا 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 مع النادي الاهلي، تمام، ولكن لم يتغير اداء. يعني انا عايز اقول ان اللي موجود عليه موسيماني هو ده الاداء اللي كان بيأديه النادي الاهلي مع فايلر، تمام. التوفيق حالف موسيماني في اوقات كتير، ساعده كتير جدا، ساعده في المباراه النهائيه مع الزمالك، ساعده النهارده في المباراه، ساعده في مباراه نصف النهائي المباراه الماضيه، وده شيء مطلوب جدا في كره القدم، مطلوب ان التوفيق يبقى جنبك، تمام. ممكن بتغيير فايلر يبقى انت بتستدعي التوفيق بحضور موسيماني، وده شيء برضو وارد انك انت كاداره بتفكر في مدير فني خاض البطوله الافريقيه وكسب البطوله الافريقيه، فبالتالي انت شايف ان الراجل ده عنده بعض الافكار اللي ممكن يطبقها مع النادي الاهلي لخبرته في قياده بعض فريق افريقي ووصوله للمباراه النهائيه وحصوله على لقب امام فرقه زي فريق الزمالك. فانا عايز اقول لك لا، لسه ما اتغيرش. النهارده الاهلي بيلعب بنفس الطريقه 4-2-3-1، نفس طريقه اللعب. قفشه موجود تحت الفرو، بيلعب باثنين على طرف الملعب، حسين الشحات، بيلعب طاهر محمد طاهر، من تحتيهم مجدي قفشه ومروان محسن. حتى الاسماء لم تتغير بالشكل المطلوب او بالشكل اللي احنا عايزينه. يعني النهارده وانت بتغير، لا انت ما غيرتش الافضل، انت غيرت للاقل. يعني النهارده في التغيير، انت كمدير فني لما اجي اغير وابتدي افكر حتى تغيير اللعيبه، مين هيلعب مكان مين، مين هحطه في التشكيل، مين هشيله من بره، انت بتفكر في الافضل دايما، تمام. مش بتفكر في التجارب. المباريات النهائيه لا تقبل التجارب على الاطلاق. فانا عايز اقول لك وانت بتفكر النهارده عشان تغير، التغيير ما كانش الافضل بالنسبه لك، سواء اذا كان بدر بنون او طاهر محمد طاهر. تيجي تقول لي اصل طاهر لعب وكهرباء لا، هقول لك لا، انا بلعب باللعيب اللي موجود عندي الاجهز فنيا. في حاجه اسمها الاحتماليات. بمعنى انا النهارده كمدير فني بعمل ايه؟ يعني النهارده عندي مثلا عمر ربيع سين، عندي احمد بلال. عمر رجليه في الملعب وبلال بقاله مثلا شهر مش موجود بيتمرن، بس لازم احتماليات ان انا احط عمر ربيع سين بتبقى اكبر بكتير جدا من احتماليات ان انا احط احمد بلال. رجليه في الملعب، لياقته جاهزه، لعيب بيشارك، تمام. على عكس ما اجيب واحد من بره، او اجيب احمد بلال من بره، او اجيب طاهر محمد طاهر من بره، واديله في مباراه صعبه جدا 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 من بدايه اللقاء، ممكن انزله، يبقى هو عنصر بديل بالنسبه لي، استفيد منه، هيقرا الجيم بشكل كويس، هيعرف نقاط الضعف اللي موجوده عند طلائع الجيش، ممكن ينزل في توقيت هو ممكن يكون الاجهز بدنيا، فريق لعيب طلائع الجيش ممكن يقولوا المجهود بتاعهم قل شويه، فيبتدي يبقى صورته جيده، يبقى اداؤه جيد. هو ده التفكير المفروض تفكر بيه، عشان احط لعيب في توقيت زي ده لازم افكر كتير جدا وارسم خطط وارسم افكار عندي في دماغي يقدر اللعيب نفسه ينفذها داخل الملعب. طيب ما حصلش معاه. طيب ناقص كابتن 24 ساعة ونص من الانتقالات الصيفية اللي في اول الموسم يقفل. تمام. جمهور الاهلي يمكن على السوشيال ميديا من اول مباراة الوداد ماتشين، من اول مباراة حتى صعود الاهلي للمباراة النهائية، مرورا بماتشات الدوري، بعد الماتشات مباراة الكاس، مباراة نهائي الكاس، مباراة السوبر، يمكن الاهلي في الماتشات اللي فاتت كل اهدافه مش من راس الحربة مروان محسن، معظم الاهداف بتيجي زي ما حضرتك عارف من الاطراف، من نص الملعب. فجمهور الاهلي قلقان انه يخش الموسم وما عندوش حد مع مروان محسن، كمان رحيل بادجي زي ما حضرتك عارف وهنتكلم عليه، ولكن هل حضرتك شايف ان موسيماني في الاتجاه الصحيح وشايف ان مروان محسن هو بيستخدمه بالشكل الانفع، شايف ان الاهلي بيحتاج الى راس حربه في وجود احمد ياسر ريان وفي وجود مروان محسن؟ شوف، هو ادى فرصه المباراه اللي فاتت لصلاح محسن، تمام. صلاح لعيب شاب بس مش سترايكر رقم 9، صلاح ممكن شادو سترايكر، هو ممكن يعول عليه انه يلعب رقم 9 يعني. هو عنده سرعات، تمام، جيده، لعيب كويس يعني، لعيب لسه شاب يعني، ما عندوش ما عندوش الخبرات الكافيه، ممكن يكون بيتاثر بالضغط نوعا ما، ولكن يبقى برضه مروان محسن هو البديل او الحل او الخيار الامثل بالنسبه لموسيماني. النهارده بيعتمد عليه في النهائي الافريقي، بيعتمد عليه، هو ده اللعيب. مروان النهارده على فكره بالمناسبه كان اداؤه جيد، ولكن في كتير من الاوقات راس الحربه لما بتتاح له الفرص عشان يسجل لابد ان هو يسجل، لازم يسجل. راس الحربه او راس حربه النادي الاهلي بمعنى اكبر، لما تيجي فرصه متاحه زي اللي جت لمروان النهارده لازم تحطها بالشكل المطلوب. احنا مش ممكن، خد بالك كره القدم فيها توفيق وعدم توفيق، صحيح، ولكن لما تجي لي فرصه لازم استغلها بشكل كويس، لازم احط الكره في مكانها الطبيعي. وبعدين جت بقى في العارضه، ما جتش في العارضه، جول طلعها، جول كان هو بارع فيها، ده موضوع تاني. لكن النهارده
سوء، انا يعني انا بلومه على مرام في نقطه بس صغيره، ان هو سوء استغلال الفرص. ودي يعني 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 اه دي كوره. طب ممكن بس قبل ما نشرحها ناخد تليفون مهم جدا مع الكابتن عمرو جمال. عمرو مهاجم النهارده كان هايل. مهاجم نادي طلائع الجيش. كابتن عمرو يعني برحب بيك، ويعني هارد لك، مباراه لعبتوا فيها بكل شرف، لعبتوا فيها بكل قوه، حتى يعني ادائك زي ما الكابتن احمد بلال بيقول لك لعبت المباراه هايله، فهارد لك كابتن عمرو. بس عليك عمر، وبمس طبعا على كابتني وواحد من الاحسن فرادة اللي جم في تاريخ مصر كابتن احمد بلال، لان ده اخويا الكبير هو عارف. والحمد لله يعني هارد لك على الماتش النهارده، مبروك للنادي الاهلي البطوله. من يعني احنا النهارده كنا بنلعب نادي القرن والنادي احسن نادي في افريقيا، الحمد لله على الاداء اللي احنا عملناه. كنا بنطمع في البطوله نعمل حاجه لنفسنا وتاريخ لنفسنا في اول فرقه في نادي الجيش تحقق بطوله، بس الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعله. مبروك على النادي الاهلي البطوله. يعني عمرو، يمكن انا عارف انت من اللعيبه اللي بيكون عندها اصرار، بيكون عندها حماس، ما بتحبش تخرج بره الملعب، ولكن يعني سر البكاء واللقطه اللي احنا كلنا شفناها، يعني كان ايه السر يا عمرو؟ لا انا كنت حاسس ان انا يعني كان عندي شغف ان انا العب صحيح، واقول للناس ان انا موجود هنا ودي امكانياتي وده عمرو جمال وكنت عايز ان انا ابقى سبب في الفرقه، ان اكون يعني حاجه اقدم حاجه للنادي الجيش، فكأول سنه ليا وكنت عايز ابقى موجود لغايه اخر الوقت، لكن خلاص يعني دي كانت يعني حاجه من جوايا، ويعني الحمد لله رضا عن اللي احنا قدمناه النهارده ورضا على الفريق ككله، وبشكر طبعا الجهاز الفني. احنا ما كانش حد يا عمر داعم لينا خالص، احنا كسبنا ماتش الزمالك وكنا رايحين نلعب الماتش النهائي، ما كانش في اي دعم من اي حد، اللعيبه بس اللي كانت بالجهاز الفني والناس هي اللي كانت بس بنحاول نشجع بعض ان احنا رايحين نلعب نادي احسن نادي في افريقيا وبطل افريقيا النادي الاهلي. فالظهور ده اللي احنا ظهرناه ده بيقول لك قد ايه الجهاز الفني تعب معانا، واللعيبه كانت رجاله وقدرنا ان احنا نقدم ماتش كبير وكنا ندي مع النادي الاهلي، بس الحمد لله يعني الحمد لله. اصعب مباراه يا عمرو لعبتوها في بيراميدز والزمالك والاهلي بصراحه؟ بصراحة لا طبعا كان أصعب ماتش، ماتش النادي الأهلي طبعا. يعني مش ماتش الزمالك ومش ماتش بيراميدز. طبعا نادي الزمالك نادي كبير وبيراميدز عامل تيم كبير وعامل صارف كتير جدا، لكن هي كانت يعني أنت عارف إن الكرة في مصر الناس كلها قريبين من بعض، اللي بتفرق فوارق حاجات بسيطة. النادي الأهلي في حتة تانية بصراحة، دي حاجة معروفة، ده بطل أفريقيا وأحسن فرقة في أفريقيا، وكان هو ده اقوى ماتش لينا بصراحه. واحنا عملنا اداء واحنا فخورين بالاداء اللي احنا عملناه، ما كناش عايزين اداء نأدي اداء مشرف، لسه في سوبر عايزين نقدم مباراه زي دي بالمجموعه اللعيبه اللي موجوده والجهاز الفني. ماتش الزمالك يا عمرو، هل حسيتوا ان فعلا الهزيمه نادي الزمالك متاثر بيها في الملعب، وان الزمالك يعني الى حد طبعا طبعا ده كان بالعكس، ده كان عندهم دافع اكبر ان هم صحيح يلعبوا النادي الاهلي في البطوله عشان يعملوا يعوضوا يعني يعوضوا هزيمه الماتش النهائي، وكان الماتش صعب جدا في الملعب صحيح. لكن احنا كان عندنا اصرار كبير قوي ان احنا نحط رجل في النهائي بصراحه، وكان اصرارنا اقوى وكان ادائنا كان اقوى، كنا نستحق ان احنا نكسب في الماتش بصراحه. النادي الاهلي نادي كبير وعنده لعيبه وعنده فرقه مميزه قوي السنه دي، لكن انا شايف ان الحمد لله الجيش ورى الناس كلها ان عنده فرقه كويسه جدا، عناصر كويسه جدا تقدر تفيد المنتخب ويبقى يقدروا يلعبوا في انديه كبيره كمان شويه. طيب يعني كلنا شفنا اللقطه اللي انت وموسيماني قبل المباراه بتتكلموا وتضحكوا مع بعض، انا عارف ان انت يعني كان ليك تعامل مع موسيماني في الوقت اللي انت كنت موجود فيه في بيدفست في جنوب افريقيا، قلتوا ايه قبل المباراه؟ اتكلمتوا في ايه؟ ضحكتوا على ايه؟ يعني عايز اعرف منك الحاجات الصغيره اللي تفرق معايا دي. لا مفيش، انا يعني طبعا لسه موسيماني ان انا لعبت في جنوب افريقيا وكان هو موجود هناك وتجمعنا علاقه كويسه بيه، اتمنيت له التوفيق في ماتش الجيش الاولاني اللي كنا بنلعبه في اخر ماتش في الدوري لما كانوا بيحتفلوا بالدوري النادي الاهلي، وقلت له يعني قلت له هتبقى بطل افريقيا ان شاء الله مع النادي الاهلي وتعمل تاريخ كبير، فقلت له ان انا يعني ببشرتك بكده، فكان قال لي فعلا وبتاع، فكان ده سر الكلام اللي كان بيني وبينه. ما اتكلمش معاك في اي حاجه؟ يعني ما فيش اي حاجه ضايقت ما بينكم الفتره الاخيره يعني دي؟ لا خالص، هو كان ماتش انا كنت يعني هو يعني طبعا شافني قبل كده مليون مره، وطبعا النادي انا مش غريب عن النادي الاهلي اللي هو بيتي، والناس عارفه كويس قوي النادي الاهلي عارفه امكانيات عمرو جمال عامل ازاي،
ان انا ان احنا النهارده نعمل يعني ماتش كبير، وانا بالذات ان انا اعمل ماتش كبير، والحمد لله يعني الحمد لله على كل شيء يعني. انت عرضك تخلص الموسم اللي جاي يا عم، صح كده؟ الموسم اللي احنا فيه ده. طيب، لكن انت لسه طبعا بدري ان انا اتكلم معاك في عودتك مره ثانيه للنادي الاهلي. احاول على قد ما اقدر ان انا اتعب واجتهد الظروف المتاحه والامكانيات المتاحه ان انا ابقى موجود واظهر في الشكل. مش شايف عمرو ان الظروف اللي موجوده والمتاحه واللي انا بتكلم فيها مع كابتن احمد بلال ان الاهلي يمكن مش لاقي راس حربه بالامكانيات يكون متواجد مع مروان، هل انت شايف ان ده القدر بيلعب دور انك ممكن تبقى موجود الموسم اللي جاي مع الاهلي ان شاء الله؟ بص يا عمر، انا ظروفي كانت صعبه جدا اخر سنه ولا سنتين، ظروف خارجه عن ارادتي، انا دايما بشتغل وبجتهد على قد ما اقدر، وربنا يعلم ان انا على قد ايه بجتهد وعلى قد ما اقدر. انا عارف ان انا نفسي ان انا ارجع بيتي تاني النادي الاهلي، ان انا بشتغل على كده جامد واخد فرصتي من اول وجديد في النادي الاهلي. وانا نفسي ان انا يعني هم الناس عارفين عمرو كويس قوي، ونفس الظروف تقدر تساعدني يعني الظروف تساعدني والتوفيق يساعدني ان انا ارجع. انا شايف ان في ناس بتاخد فرص ومش شايف ان الفرص دي ممكن، يعني انا عايز احط نفسي ان انا من الناس اللي باخد الفرص دي، فنفسي ان يبقى في داعم اكتر ليا، فانا بشتغل على كده ان انا ادعم نفسي. بحس ان ساعات ان انا بشتغل لوحدي، بس انا هفضل يعني اشتغل على نفسي، واكيد ربنا مش هيضيع مجهودي ده هذا يعني. لا ان شاء الله، واحنا يعني نتمنى انك ترجع مره ثانيه وتتالق مع الجيش الموسم ده يا حبيبي، وهارد لك واتمنى لك التوفيق. انت من الناس المحترمه ومن المهاجمين المميزين. بشكر الكابتن عمرو جمال مهاجم طلاع الجيش المعار من النادي الاهلي. كابتن بلال، في كوره لمروان محسن بس لو نعرضها بس يا شباب بعد اذنكم للكابتن احمد بلال علشان كان عايز يتكلم عليها. بس عايز اقول لعمرو النهارده، ماشي علق كابتن. عمرو النهارده الحقيقه يعني مباراه هايله جدا جدا، روح عاليه جدا، كل كره بياخدها بيقاتل بس بيدافع وبيهاجم بيعمل كل حاجه في كوره. انا النهارده لو مسمني اروح امضي معاه بعد ال بجد يا كابتن بلال. والله النهارده اللعيبه شوف باين يا كابتن من صوت عمرو ان هو عايز يرجع. هو مدرسه النادي الاهلي تمام. شفت لما عيط في اللقطه شفت كان عايز يكمل وكان عنده اصرار وعزيمه تمام. والنهارده ولياقته البدنيه النهارده كانت جيده، واداؤه النهارده وروحه القتاليه كانت عاليه جدا جدا. بحيي الحقيقه على الاداء النهارده. هو كان ناقص يجيب حاجه احنا مش عايزين، ان هو يسجل هدف بس، فاهم قصدي؟ واحنا طبعا مش عايزين هو يسجل هدف تمام، وبنتمنى ان مروان يسجل، بس هو اللي مش عايز. ما هو الكره دي بقى كابتن اللي مروان حضرتك كنت عايز تتكلم فيها. شوف انا لا دي قبل ما يشوط تكمل لو في صوره ثانيه. احنا ماشي احنا هنجيبها هو دخل بس. دخل ال 18 اوكي تمام. انا بحس ان مروان في اللقطه الاخيره لازم يشوف المرمى. بحس ان هو ده يعني وشه في الارض، يحط وشه في الارض يعني صعب جدا 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 لما تبقى فرد وانت عندك اللمسه الاخيره لازم تشوف الجون عشان تفتح لك. ما ينفعش وانت بتسجل تبقى عليك في الارض كده. تحرك الجول طلع قدام ورجع ورا، جه خد طرف من الاطراف. هو الحقيقه انا عملها لنفسي كويس قوي وزود كمان سنه ودخل ال 18 خلاص ببطن رجلك في البعيده. يعني بطن رجلك في البعيده جول، حتى لو ضاعت يبقى انت عملت الصح في الكره دي. لكن طريقه اضاعه الفرصه او طريقه يعني شوط الكوره او طريقه التعامل مع انهاء الهجمه اعتقد يعني كان فيها سوء تعامل من مروان محسن. نقطه ثانيه يعني لو هو قلقان او خايف ممكن بالعرض يبصيها. يعني بص يا عمر يعني مين الناحيه الثانيه فاضي، احنا بنتكلم فاضي انت عايز تتعامل بس مع يا كابتن معلش هو انت عايز تتعامل مع بص انت عايز تسجل هدف ومن حقك كفرد على فكره، من حقك انك تطمع في تسجيل الاهداف، لكن من حقنا احنا كجمهور نستمتع صحيح يعني بانهائك للفرصه. حتى لو طلعت يعني وارد على فكره وارد يضيع فرص اسهل من كده. ده قفشه يا كابتن بلال، ده قفشه. وارد ان يضيع فرصه اسهل من كده، ولكن احنا بنقول ايه؟ تعامل مع الكره بشكل جيد تمام. يعني خلي طريقتك في انهاء الفرصه جيده. اولا لازم يبقى عندك رؤيه ترفع عينيك عشان تشوف. تاني حاجه لازم يبقى عندك ذكاء في انهاء الفرص. احطها يمين، احطها شمال، احطها فوق الجول لو نايم ممكن اعملها تشيب من فوق. يعني في حاجات كتيره جدا ممكن تتعامل بيها مع الفرص افضل من الطريقه اللي تعامل بيها مروان محسن في الفرصه. لكن اداؤه كاداء في الملعب النهارده اداء جيد، كان محطه جيده، قدر ان هو يصنع فرصه جيده جدا جدا لمجدي قفشه اللي هو اللي ضيعها في الشوط يمكن الاول تقريبا. فاداؤه كفرد اداء جيد النهارده، انا يعني بحييه على هذا الاداء. ولكن انا بأتمنى ان مروان محسن يبتدي ينظر لنفسه كلعيب فرود
صحيح. مش بس كلاعب محطه. طب حضرتك ما جاوبتنيش على السؤال، هل حضرتك الاهلي الموسم اللي هيبدا هل حضرتك شايف ان جماهير الاهلي بما ان اخر 6 7 لا لا محتاجين فرو. طب محتاجين فرو. بص طيب قولا واحدا الاهلي محتاج محل مين يا كابتن فرق. الاهلي لو في مثلا اختيارات محليه، هل حضرتك شايف في ترشيح محلي ممكن حضرتك تروح له، ولا الموضوع بيبقى دايما للجانب الافريقي كابتن بلال؟ تمام. الترشيح المحلي انت النهارده عندك مين؟ عندك حسام حسن سموحه، ده الوحيد اللي موجود. انت كلهم كانوا موجودين عندك، احمد ياسر كان موجود عندك وانت عارته. بس احمد ياسر كان صغير ما كانش عنده الخبرات، رجع مره ثانيه وعنده الى حد ما خبرات. صلاح محسن اوكي تمام كان موجود عندك وانت عارته برضو تمام. بادجي ما عندوش فكره، انت مشيته تمام، وده برضو اختيار يعني انك تمشيه ده موضوع جيد. فانا النهارده لو انت ما عندكش الفرود اللي تقدر تشتريه، الفرود المحلي اللي تقدر تشتريه او تتعامل معاه، كان من المفترض انك تتعامل مع فرود افريقي. يعني جيرالدو وبادجي الاثنين انا شايف ان هم ما لهمش وجود في النادي الاهلي، ما لهمش مكانه في النادي الاهلي، ما لهمش مكان في الاهلي. ممكن تستعين بفرود افريقي، يبقى عندك حد بينقي بيختار تمام. مش لازم المدير الفني هو اللي كل مره يبدي رايه، انا عايز فلان الفلاني فهاتهولي. ما هو فايلر هو اللي جاب لنا بادجي مظبوط صح؟ صحيح. وقبليه مع مش فاكر مين اللي جاب جيرالدو وطلع جابه من افغانستان تمام، وجابه يلعب في الاهلي. افغانستان مين بس؟ استنى بس. افغانستان مين؟ جيرالدو بيلعب في انجولا. يا عم انجولا ماشي يا سيدي، مش يعني ماشي تمام. فجابه لنا من هناك ماشي. كان ايام لاسارتي تقريبا. هو مش اي كل واحد هيجي لنا يقعد يبدل في اللعيب، احنا عايزين حد يبقى احنا عندنا قناعات بيه. يبقى لجنه الكوره او لجنه التخطيط في النادي الاهلي عندها قناعات بيه وتتعاقد مع زي الفرق الكبيره. لو انت اديت لسارتي 3 4 سنين خليه يجيب ماشي، لو انت بتثق فيه الثقه اللي تخليه هو يتعامل ويجيب لعيبه ويتعاقد معاه عشان يعمل تيم كبير خلاص خليه هو يتعاقد. انما بتجيب مدرب يعني احنا ونصيبنا بقى معاه، تعاقد معاه سنه بقى كويس هيكمل، بقى وحش هيمشي، لا يبقى هات انت اختار انت. لان الناس اللي موجوده في الاهلي من على راسهم كابتن محمود الخطيب وكابتن محسن صالح وكابتن زكريا واعضاء اللجنه لجنه التخطيط في النادي الاهلي، دول ناس قامات يعني بتفهم في كره القدم بشكل جيد، يقدروا ان هم يقيموا الفيرود كويس، يقدروا هم يقيموا الصفقات اللي جايه النادي الاهلي. انما اطلع يلا امير اصل سارت عايزه، يلا امير اصل موسيماني بيدور عليه، يلا اصل فايلر بيدور على لعيب، الكلام ده ما ينفعش في النادي الاهلي تمام. ما ينفعش في النادي الاهلي التعاقدات المؤقته مع المدربين، ما ينفعش ان انت تدي له كل الابر هاند ان هو يشتري كل اللعيبه اللي هو عايزها او يتعاقد مع كل، لان في الاخر انت لو مشيته ما انت لبست في اللعيبه اللي موجود. احنا مش دلوقتي عاملين نعمل ايه؟ صحيح صحيح. جيرالدو بادجي فايلر شارين شارين بادجي بقد ايه؟ اعتقد 1.5 أو 2 2 مليون دولار؟ هيمشي ازاي؟ تمام ممكن يمشي في فور فري. صحيح. عشان انت جبت بدر بنون خلاص. صحيح. لو ما قدرتش ان انت تخلق له فرصه ان هو يسافر وتقدر تجيب من وراه قيمه ماديه سواء اذا كان لاعارته او انتقاله بيع حر بيع قصدي بيع وشراء للاهلي مع اي فرقه ثانيه، يبقى انت خسرت 2 مليون دولار وقيمه عقد اللعيب اللي هو ممكن ياخده هو كمان. طيب خلينا كابتن بلال بس، يمكن امبارح اتكلمت على خبر وقلت ان ابراهيم حسن لاعب بيراميدز الاتحاد الافريقي بيبلغ نادي بيراميدز ان هو بيتوقف بسبب ثبوت تعاطيه المنشطات في العينه اللي اتسحبت منه بعد مباراه بيراميدز وحريه كوناكري في قبل نهائي الكونفدراليه. مش بس كده، كمان يمكن النهارده نادي النجوم اخذ حكم نهائي لا رجعه فيه عن يعني قضيه ابراهيم حسن امام نادي الاسماعيلي، ونادي النجوم بيفوز بيها. علشان كده عايز اخد تليفون مهم جدا جدا مع الاستاذ محمد طويله رئيس نادي النجوم. يا فندم برحب بحضرتك معايا. يا استاذ عمر مساء الخير. مساء النور يا فندم، اخبار حضرتك؟ سيدي العزيز احمد بلال ربنا يخليك. استاذ محمد ازي حضرتك عامل ايه؟ وحشني يا بلال والله. والله يا حضرتك اللي وحشني جدا يعني ومفتقدينك. زميل الكفاح في اوقات كتير. طبعا ربنا يكرمك يا استاذ محمد، ربنا يكرمك يا رب. يعني يا فندم كنت لسه بتكلم على ابراهيم حسن وان حضراتكم خلاص اخذتم حكم نهائي من المحكمه الفيدراليه ب يعني احقيتكم بالمبلغ المالي اللي حضراتكم طالبتوا بيه من نادي الاسماعيلي، وبالتالي حضرتك موجود معايا، فانا عايز اعرف يعني حقيقه هذا الحكم بالنسبة لحضراتكم. طيب تمام. هو ال هنخش من أول لما اتحاد الكورة أصدر حكم على الإسماعيلي بحقيتنا في إن احنا ناخد الشرط الجزائي وناخد 50% من قيمة
بيع اللاعب النادي الاسماعيلي، وكانوا محطوط ارقام غير حقيقيه، يعني كانوا بيقولوا انهم باعوا اللاعب للزمالك ب 5 مليون، حين ان هو اجمالي القيمه اللي باعوا بيها وصلت حوالي 30 مليون. تمام. فكان طبيعي ان احنا نرفض، ورحنا للجنه الانضباط في الاتحاد اللي هي لجنه التظلمات، وبرضه طلع ايد نفس حكم لجنه الاتحاد الكوره، فرفضنا برضه واتجهنا للكاس طبقا للرولز المعروفه في الموضوع. محكمه الكاس هي المحكمه الرياضيه الدوليه، احكامها نهائيه لا رجع فيها. تمام. من ناحيه الموضوع. تمام. يعني في الموضوع وفي اجراءات. يعني اخذنا حكم اللي هو كان بمليون 250 الف دولار، وفي نفس الوقت المصاريف ومصاريف المحكمه وكل الحاجات دي على الجانب اللي هو الاسماعيلي. كان في الوقت ده كان ممكن الاسماعيلي لانه عارف حكم المحكمه طبقا للوائح الفيفا ولوائح الاتحاد المصري ولوائح العالم كله، حكم المحكمه الدوليه الرياضيه الدوليه ده حكم نهائي لا رجع فيه. كان ممكن يوفر بعد كده مصاريف كتيره جدا لانه راح يعني راح يطعن في المحكمه الفيدراليه. واولا القانون لا يمكن لا يجوز للطعن على احكام محكمه الكاس الا في المحاكم التابعه لنفس البلد اللي اصدرت الحكم. الكاس مكانها لوزان سويسرا. تمام. هي اصدرت الحكم. فكان لابد عشان يطعن في المحكمه الفيدراليه. تمام. في سويسرا. اللي هي بتوازي هنا الاستئناف العليا. فتم رفض طعن النادي الاسماعيلي. فتم لا اللي انا عايز اوضحه بس يا استاذ ملهاش اي معنى، يعني انك ترفع في البطلان غير انك بتضيع وقت. تمام. الناس لازم تفهم حاجه. تضييع الوقت ده كلف الاسماعيلي حوالي 5 مليون جنيه زياده. يعني حضرتك الغرامه زادت. ما هو انت عندك من فبراير اللي فات لغايه النهارده انت بتاخد فوايد. صحيح. في نفس الوقت هو دفع للمحكمه الطعن السويسريه. ودفع للمحامي السويسري والمحامي المصري اللي جره معاه في الموضوع ده، يعني اللي هو المحامي المصري. وهو عارف ان مفيش حكم هياخده. ليه؟ لان المحكمه الفيدراليه بتبص على الطعن في جانب واحد، جانب الاجراءات. الموضوع انتهى لان حكم القانون، حكم المحكمه الرياضيه اللي هي الكاس، حكم نهائي لا رجع فيه. طيب انا عايز الحراجه يا فندم ثلاث اسئله. اول سؤال، امتى حضرتك تاخد الفلوس من الاسماعيلي؟ على مفروض اخدهم اذا كان عايز يسجل بكره القيد. هو عنده تقريبا خمس اماكن لسه ما سجلهمش. تمام. بالظبط، يعني خمس اماكن لو عايز يسجل لا يمكن يقدر يسجل الا بكره. تمام. وبعدين لو ما سجلش، لو ما حصلش ان هو دفع بكره، طبعا هيكون في القيد. يجي بعد كده. طب ماذا لو اتحاد الكوره سجل لنادي الاسماعيلي بدون ما يدفع لحضرتك؟ لا، اتحاد الكوره لا يمكن يقع في هذا الخطا لسبب واحد، لان هيبقى عليه عقوبات شديده. اوكي. الفيفا ما فيش هزار في المواضيع دي. يعني اتحاد الكوره يا فندم خاطب الاتحاد، الفيفا خاطب الاتحاد المصري واخبره ان النادي الاسماعيلي عليه غرامه وما ينفعش ان هو يتم اي قيد. الكلام ده من صدور الحكم. أوكي. في 21 فبراير. تمام. خدنا احنا الحكم وبعتناه للاسماعيلي على يد محضر، وبعتناه لاتحاد الكوره، وخلاص اعلناهم بذلك. فمن هذا التاريخ الاسماعيلي قدامه شهر واحد، كان في شهر تقريبا شهر اربعه. تمام. من شهر اربعه قدامه شهر واحد لغايه نهايه خمسه لابد يدفع. فما دفعش. القانون بقى بيقول ايه؟ هو بيقول ان كل واحد يعني عليه التزام نتيجه حكم الكاس إلا بيسدد في الميعاد اللي هو بعد 30 يوم سيتم تغريمه لعدم الالتزام بالقرار، بالإضافة إلى سيتم منحه مهلة لمدة 30 يوم. قلت لك دي عدت لأن من شهر 4. 30 يوم للدفع. في حال الأندية، في حال القرارات المالية صادرة من جهة أو لجنة أو هيئة تابعة للفيفا أو الكاس، يتم البدء في الإجراءات التأديبية بناء على طلب الدائن اللي هو طلبنا احنا، أو أي طرف مضار والذي له الحق في أن يتم إختاره بالنتيجة النهائية للإجراءات التأديبية. يعني اتحاد الكورة لازم يختارني بالنتيجة علشان نقدر بعد كده لو الاتحاد أثر هشتكي الاتحاد. صحيح. لو الإسماعيلي ما دفعش هشتكي كده. طب إذا تجاهل الشخص المعاقب المهلة
الاخيره ستقوم الفيفا من خلال الاتحاد المعني اللي هو الاتحاد المصري في حالتنا. في الحالات تضمن انديه واشخاص طبيعيه تطبيق العقوبات التاديبيه. هو المنوط دي ان ينفذ العقوبات التاديبيه. العقوبات التاديبيه بقى عشان اعرفها يا عمر تمام. هي اول حاجه وقف القيد اللي هو معاده اخر حاجه بكره تمام. بعديه في لو ما لو 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 هو راح ما سجلش او ما قيدش فهو عليه عقوبه ثانيه بعد 30 يوم ان يتخصم منه 6 نقاط صحيح. وبعديها 30 يوم ثاني يتخصم ينزل الدرجه الادنى. ما فيش مفر من التنفيذ. السؤال هنا يا عمر نادي الاسماعيلي لما صدر حكمه وهو يعلم تماما ان هو حكم نهائي طبقا للقانون اللي ماضيه عليه مصر ماضيه مصر عليه في اتفاقيه هنجيب لك رقمها دلوقتي اتفاقيه دوليه بتقول ان الاحكام الدوليه لا يجوز الطعن عليها الا في ذات المحكمه تمام. طيب انت ايه اللي يغرمك 5 مليون جنيه زياده صحيح صحيح وما زال العداد بيعد عليك انت لسه عليك فوائد كل يوم هيجي بيعد عليك طب انت ليه الخسائر دي كلها وانت تعرف النتيجه حتميه ما فيش مجال فيها حقيقه شيء غريب جدا جدا جدا. يعني انا بشكر يا فندم حضرتك على التوضيح اللي حضرتك وضحته وانا يعني نناشد الاتحاد المصري لكره القدم ان هو ياخد الاجراءات المفروضه كمان نادي الاسماعيلي يعني ياخد اتجاه علشان يحل الموضوع وان كل واحد او القانون ياخد مجراه. وبشكر حضرتك يا فندم على وجودك معايا الاستاذ محمد طويله رئيس نادي النجوم. خلينا نروح لتليفون مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام للنادي الاهلي. كابتن سامي الف مليون مبروك ببارك لك بسم الله ما شاء الله كل اسبوع حضرتك بتكون موجود معايا ببارك لك بالدوري بافريقيا بالكاس بسم الله ما شاء الله يا كابتن سامي. الله يبارك فيك يا كابتن حادي طبعا ليك وكابتن كابتن بلال بيسلم عليك مبروك يا سمسم مبروك يا كابتن مبروك عليك يا حبيبي يعني 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 يا كابتن سامي بطوله بعد بطوله يعني بسم الله ما شاء الله بتحققوا للكل الجمهور بيحلم بيه وبيطمح فيه مع النادي الاهلي. ولكن يا كابتن سامي بما ان حضرتك يعني بسم الله ما شاء الله كلنا شفنا الدور اللي حضرتك بتقديه من على الخط ودايما بنشوفه اخيرا في دوري الابطال هل كنت حضرتك متوقع ان المباراه تروح لضربات الجزاء او الوقت الاضافي؟ بص يا كابتن المباراه طبعا صعبه جدا انت عارف مباراه الكاس يعني حق مشروع لكل الفرق انت بتلعب خلال 4 مباريات او 5 مباريات بتحقق بطوله خصوصا في صعوبه اللي انت تقدر تنافس على بطوله الدوري يعني فاعتقد ان الفرق مثلا بيبقى حق مشروع الفرق الاتحاد وكل الفرق الثانيه اللي بتنافسها على الدوري اللي هي بيبقى بالنسبه لها بطوله الكاس دي حاجه مهمه جدا يعني بطوله مباراه صعبه جدا صعوبتها طبعا مع متفقين عنده خبرات جدا خصوصا في مباراه كاس مصر حقق باثنين كاس مصر وبطوله السوبر يقدر يلعب كويس طبعا قدام الفرق الكبيره احنا برضو يا كابتن عمر احنا برضو يعني الناس عارفه واكيد حاسه يعني ان احنا مجهدين طبعا بدنيا وذهنيا الضغوط اللي حصلت لنا قبل مباراه افريقيا وبعدين بعدها بثلاث ايام بتلعب مباراه سيمي فاينال مهمه برضو جدا مع الاتحاد وبعد كده بتيجي تلعب برضو النهارده ماتش كبير جدا مع نادي الجيش باسلوب نادي الجيش واسلوب كابتن طارق يعني الدفاعي محتاج جهد بدني كبير فاعتقد الحمد لله ان احنا بغض النظر انا عارف الاداء ممكن يكون الناس مش راضيه عنه قوي لكن الناس لو اتفرجت بهدوء هتلاقي ان احنا الحمد لله اكتر استحواذا وعندنا فرص اكتر ويمكن لو كنا قتلنا المباراه بعد الجون اللي احنا جبناه كان اعتقد كان هيبقى الشكل يعني افضل يعني لكن كل الشكر طبعا للعيبه قاتلت لحد اخر لحد اخر وقت واعتقد يعني ان الكاس راح للاستحقاق يعني. كابتن سامي يمكن الفتره اللي جايه نادي الاهلي عنده مباراه مهمه مع المقصه بعديها عنده مباراه مهمه مع نهضة بركان الفترة اللي جاية هيبقى الشكل عامل ازاي؟ هل حضراتكم في ايام راحة؟ هل هترجعوا تبشروا التمرين بدون اي راحة ولا اللعيبة في الفترة الحالية تحصل على بعض الايام الخاصة من الراحة المطلوبة؟ لا احنا كده هناخد يومين ان شاء الله وبعدين نبدا ان شاء الله من يوم الثلاث بس عدد المباريات الخاصة مباراة نهضة بركان يا كابتن سامي بتفكروا فيها من دلوقتي؟ يعني مش عاوز اقول لك يعني يا كابتن حاجه لكن ده حاجه طبيعيه يعني بعد المباراه لازم تفكر في اللي بعد صحيح. كده انما مش قبل كده صحيح يعني بعد يعني الاول كان كل تفكيرنا طبعا في مباراه الكاس جدا بطوله غايبه علينا بقى لها فتره
اللي انت تحقق ثلاثيه برضو في خلال مده بسيطه جدا يعني اقل من شهر، فيها حاجه برضو حاجه تحسب للعيبه والجهاز ومجلس الاداره كل الشكر ليهم طبعا. طبعا لكن دلوقتي كل تفكيرنا طبعا مباراه السوبر، بطوله برضو كبيره طبعا، بطوله ان شاء الله تتضاف لسلسله انصارات ولسلسله كؤوس للنادي الاهلي البطولات. واعتقد ان احنا برضو بالبطوله ديت نبقى من اكتر الفرق اللي بتحقق بطولات في العالم كله، ودي حاجه تحسب لمصر مش جمهور الاهلي بس، لجمهور مصر كله يعني، دي حاجه تدعو الفخر. اخيرا يعني يا كابتن سامي معلش ان انا قطعت كلام حضرتك، بس طاهر محمد طاهر بس قبل ما حضرتك تختم معايا عايز اطمن عليه. هو طبعا اخذ طبعا كانت خبطه كبيره جدا في راسه يعني، واعتقد محتاجه غرز يعني، واعتقد الدكتور دكتور سامة يعني معايا ان شاء الله يبقى اقوى بسيطه ان شاء الله. كابتن سامة انا بشكر حضرتك على وجودك معايا، وبتمنى لك التوفيق يا رب والنجاح، ودايما متالق وموفق، وببارك لك مره ثانيه. هنطلع لفاصل قبل ما الكابتن بلال يودينا في داهيه علشان خاطر بعديها هناخد تقرير يا شباب بعديها ولا لا؟ معانا التقرير؟ طيب خلاص هنروح للفاصل، يلا هنطلع فاصل، يلا نطلع فاصل، نروح فاصل ونرجع، يلا بينا. برحب بحضراتكم من جديد. كابتن بلال يمكن مش عايز اخد الحلقه كلها اتكلم فيها على الماتش، انا عندي قضايا مهمه عايز اسال حضرتك عليها. عندي ثلاث لعيبه عايز اسالك وتقول لي رايي او راي حضرتك فيهم. يمكن اول لاعب هو احمد الشيخ، انتقل للزمالك ثلاث سنوات رسميا بعد اعلانه خلاص عن المفروض ان هو تم اعلانه ان هو متواجد اعتقد في الوقت الحالي في قناه نادي الزمالك علشان يعني يتم الاعلان عنها. لكن عايز اقول لك كواليس اختيار احمد، طيب ماشي لسه الصفقه فيها مشكله، فيها في تعثر، طب هنعرف التعثر ده. لكن خليني اقول لحضرتك في النهايه لو تمت، هل حضرتك شايف ان احمد الشيخ بالنسبه لنادي الزمالك هل اضافه لنادي الزمالك؟ هل نادي الزمالك واخده علشان خاطر يعني لاعب في النادي الاهلي؟ هل احمد الشيخ هيلعب اساسي في نادي الزمالك؟ مكانه ممكن يبقى مؤثر في نادي الزمالك؟ بص اولا هي مش صفقه تنافسيه، تمام، يعني الاهلي مش داخل طرف الصفقة عشان تبقى صفقة تنافسية بالنسبة للأهلي والزمالك. تاني حاجة أحمد شيخ لعيب عنده إمكانيات، عنده قدرات، لعيب عنده سرعة، ولكن أنت وأنت بتشتري اللعيب يا عمر، تمام، أي مدير فني بيشتري لعيب أنت بتشتري على قدرات، تمام، على قدرات وإمكانيات. أنا بشوف اللعيب ده مثلا عنده قدرة، عنده شخصية، عنده إمكانيات، عنده حاجات كتير قوي، تمام. وبعد كده التوفيق وعدمه والانسجام وعدمه ده موضوع تاني، يعني زي البطيخه كده يعني، فاهم قصدي؟ انت جبت اللعيب وانت مش عارف هيلعب معاك كويس ولا وحش، تمام، بس لازم في معايير للاختيار عشان الناس ما ترجعش تقول لك ايه انت موسيماني خد وبادجي جه، طب ما هو بطيخه برضو، لا بطيخه عن بطيخه تفرق. فاهمني؟ فاحمد الشيخ لعيب كويس، انتقاله للزمالك بقى هل هو هيأدي؟ هل هو له مكان اصلا في نادي الزمالك ولا لا؟ هل هو له مكان؟ هو ده السؤال. احمد الشيخ ممكن يكون بديل في الزمالك، لكن مش هيكون اساسي على زيزو، مش هيكون اساسي على بن شرقي، تمام، مش هيكون اساسي، ممكن يبقى يعني اوباما ممكن يلعب عليه، ممكن يلعب على اوباما ممكن في بعض الاوقات لو اجاد واشتغل واجتهد، ولكنه في الاول وفي الاخر يبقى احمد الشيخ هو مقصر في حق نفسه او قصر في حق نفسه داخل النادي الاهلي. طيب هنروح للتليفون، مهم جدا جدا، مع المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه. يا فندم انا برحب بحضرتك. سلام. انا برحب بسيادتك يا استاذ عمر، وبحيي الكابتن احمد بلال وبمسي عليه. عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان الكابتن احمد مساء الورد، يعني انا باشمهندس الكابتن احمد بلال، وانا بقول يا باشمهندس، وانا بقول الكابتن احمد بلال معايا، الباشمهندس فرج عامر قال لي يا سلام. فبص حبايب الكابتن ده حبيبي ده طبعا، ده راجل جميل وشخصيه حبيبي ده رائعه، الله يخليك يا باشمهندس، فضل كبير قوي على الكوره في نادي سموحه، ربنا يخليك يا باشمهندس. يعني يا باشمهندس يعني مفاوضات وكلام كتير من الصبح على صفقه ما بين نادي الزمالك ونادي سموحه لا مفيش تنافس ولا حاجه، بالعكس الزمالك اتصرف بشياكه وكل حاجه ومفيش اي حاجه، هو اللاعب دلوقتي خلاص هو موجود في سموحه نهائيا، يعني كل حاجه يا فندم خلاص، مفيش كلام على انتقال علي غزال للزمالك، احترم تعاقدنا معاه وكل حاجه ومفيش اي مشكله. طب ليه يا فندم ليه حضرتك تراجعت بعد ما كان في نيه ان نادي الزمالك ياخد علي غزال مقابل ان حضراتكم تاخدوا بعض اللعيبه من نادي الزمالك؟ لا لا الموضوع فيه لبس. تمام، طب اتفضل يا فندم وضح يا فندم. لا موضوع كريم بامبو مختلف عن علي غزال. تمام يا فندم، ايه اللي حصل يا فندم؟ علي غزال سموحه جابه وتعاقد معاه، تمام، وطبعا ناس بقى حبت تاخده توديه الزمالك، وطبعا في اي لاعب طبعا يجي له الاهلي او الزمالك يبقى طبعا طواق جدا لكده. تمام يا فندم.
لكن الزمالك احترم تعاقدنا واللاعب احترم التعاقد يعني. فكان تصرف شيك قوي من الكابتن ايمن منصور وعلي غزال برضه لاعب دولي ولاعب محترم يعني ولاعب محترف عارف الاصول ايه وخلاص انتهى الموضوع. لكن موضوع كريم بامبو مازال مفتوح بس لسه ما وصلناش لاي اتفاق مخصوص. طب علي غزال مضى مع حضرتك كم موسم يا فندم؟ ثلاث مواسم وخلاص هو لاعب في سموحه للموسم القادم. بالنسبه يا فندم لكريم بامبو فالاحتمالات كلها مفتوحه وارد ان كريم بامبو ممكن يبقى لاعب في سموحه الموسم ده يعني متكلم في ال 24 ساعه اللي جايين دول. اتمنى طيب هل في يا فندم في بعض تمام تتمنى طبعا يعني هل يا فندم في اي بعض الصفقات الثانيه او المفاجات اللي حضرتك معودنا عليها؟ خلاص كده يا فندم الحمد لله تمام الحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله. طيب علي غزاله يا فندم متواجد خلاص معاكم ولا لسه هيجي ولا؟ لا هو كان موجود معانا النهارده وان شاء الله هيحضر التمرين بعد بكره ان شاء الله. طيب يا فندم يعني انا يا فندم بتمنى له التوفيق يا رب ويعني بشكر حضرتك على وجودك معايا دايما يا فندم بتوضح لنا بعض النقاط وببارك لعلي غزال واحد من اللعيبه المحترمه واحد من اللعيبه اللي كان خد تجربه احتراف خارج مصر ورجع خلاص يعني سالم بالسلامه للدوري المصري علشان يظهر من جديد واعتقد انه قدامه فرصه ان هو يعني يعود مره ثانيه لمنتخب مصر اذا اثبت جدارته. كابتن بلال احمد الشيخ عايز اخيرا اخد راي حضرتك هل احمد الشيخ فرصه في اللعب في الزمالك تتخطى الكام في الميه او هتبقى كام في الميه؟ هل يعني هيلعب جناح ولا هيلعب تحت راس الحرب؟ لا بص يعني احمد الشيخ هو لعيب مؤثر جناح مش لعيب مؤثر تحت راس الحرب. زي ما شفناه في المقصة زي ما شفناه في الاهلي هو طريقه لعب ان هو بيلعب جناح تمام. ممكن يبقى بعض الافكار ان زيزو هو اللي يخش جوه تمام ويلعب هو طرف ملعب ممكن تبقى دي بعض الافكار المطروحه او ممكن يعني قصدي في حاله ان انت مثلا اوباما مش هيلعب يعني تمام. لكن احتماليه انه يلعب نسبه انه يلعب اساسي من احتياطي انا شايفها يعني 30% يلعب 60 70% ما يلعبش. طيب يمكن صالح جمعه كابتن حضرتك قبل كده كان عامل بعض التحفظات ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي طالما ما فيش حاجه فنيه أكيد. ففي النهايه خلاص النادي الاهلي استغنى عن اللاعب او فسخ التعاقد معاه بالتراضي وكل احترام وكل ادب والراجل انتقل الى سيراميكا كليوباترا. هل حضرتك شايف ان الصفقه هل صالح سيراميكا هلاقي نفسه هل صالح كان ممكن ينتقل لنادي اخر علشان خاطر يلاقي نفسه ولا حضرتك شايف ان هي مجازفه من صالح يبقى موجود مع نادي صاعد حديثا من الدوري الدرجه لا التاني. مش سيراميكا كليوباترا عمل صفقات ممتازه عمل صفقات رائعه جدا جدا انا بشوف ان هو هياخد فرصه هياخد فرصه يعني غصب عنه مش بمزاجه يعني يعني راح نادي جديد هم اكيد هيعولوا عليه بس مكانه في محمد ابراهيم برضه لا ما اعتقدش ممكن يتم توظيف صالح بشكل مختلف اوكي هيتم توظيف صالح ومحمد بشكل مختلف شويه يعني فانا بشوف ان هو اللي هياخد فرصه وفرصه كبيره جدا ممكن من خلال الفرصه دي يرجع لفورمه المباريات. خد بالك اللعيب برضه لما يبقى قاعد احتياطي وقت طويل وتيجي تنزله تقول له العب مش هيديك ال 100% ولا هيديك ال 70% اللي انت عايزهم خالص لا دي مش موجوده يعني ولكن هو اهماله لنفسه في التدريبات وان هو لعب وخد فرصه واثنين وثلاثه واربعه ومش قادر ده يلام عليها كابتن هو ده لا ده اسلام محارب طب معانا على التليفون كابتن اسلام هارد لك يعني مباراه اديته فيها مستوى رائع ويعني تخطيته كمان نادي الزمالك وانت راجل يعني لاعب سابق في النادي الاهلي وبالتالي كمان يعني احد اللعيبه المميزه فبقول لك يعني مبروك على المستوى ولكن هارد لك وظهر النهارده كان حريف يعني طبعا انا بقول لك اسلام محارب تألق النهارده فكابتن اسلام هارد لك على الـ على الـ على النتيجه ولكن مبروك على الاداء. حبيبي يا كابتن عمر مساء الخير عليك ومساء الخير على كابتن احمد دلال طبعا برحب بيه برحب بحضرتك يعني قول لي كده يا اسلام يمكن يعني مباراه كان نفسكم تفوزوا بلقب الكاس ولكن الاهلي حقق لقب في ضربات الحظ ضربات المعاناه هل داخلين المباراه يا اسلام كنتوا داخلين المباراه بهدف ان انتوا تحققوا المكسب ولا بالنسبه لكم المباراه كانت صعبه في التفكير ان انتوا تحققوا بطوله الكاس؟ والله طبعا عمر انت عارف يعني احنا فرقه الجيش ده انجاز طبعا اليوم ان هم ان احنا وصلنا لنهائي كاس مصر صحيح طبعا تخطينا مصر المقاصه ثم بيراميدز ثم زمالك فقابلنا فرقه جامده جدا وفرق بطولات وربنا كرمنا ان احنا لعبنا ايه قدام طبعا بطل افريقيا النادي الاهلي فبارك طبعا النادي الاهلي على المكسب وعلى البطوله وبارك له طبعا على بطوله افريقيا طبعا الكابتن طارق العشري والاداره بتاعت صنايع الجيش العميد احمد مهدي طبعا الناس كلها كانت موفره لنا كل حاجه ان احنا ربنا يكرمنا ونحاول نحقق البطوله طبعا ادينا اللي علينا ولعبنا النادي الاهلي
وسيطرنا على معظم اوقات الماتش، وطبعا وصلنا لفتره قليله جدا ان احنا كنا بنلعب 10 ناقصين نص ساعه بنلعب 10. فطبعا بقول الحمد لله على الاداء بتاع الرجاله النهارده، اللعيبه كلها رجاله مفيش حد قصر، كل الناس كانت رجاله وعملنا ماتش كبير قدام النادي الاهلي. ببارك للرجاله كلها بتاع طلائع الجيش، وان شاء الله ربنا يكرمنا كده، قدامنا لسه ماتش سوبر مع النادي الاهلي، ربنا يعوضنا ان شاء الله خير طبعا على البطوله اللي راحت دي. كل ماتش يا اسلام بتلعب فيه قدام النادي الاهلي بتحس بايه؟ انت كنت لاعب سابق في النادي الاهلي وبالتالي الموضوع ده يعني احساس بيكون مختلف، لكن اول مره تلعب مع الجيش ضد النادي الاهلي المره اللي فاتت او السنين اللي فاتت كنت مع الجونه، هل نفس الاحساس ولا احساس مختلف المره دي في بطوله في نهائي بطوله؟ انا طبعا عمر انت عارف ان انا لعبت في النادي الاهلي وكده، طبعا لعبت في النادي الاهلي لما بيطلع ما بيبقاش عنده الرهبه ان هو ضد النادي الاهلي، لان هو اصلا كان لعبت في النادي الاهلي. فطبعا كل الناس اللي بتلعب ضدها بتبقى اصحابك وناس لعبت معاها، فانت ما عندكش رهبه غير اي لعيب تاني بيلعب في الدوري بيبقى عنده رهبه ان هو بيلعب ضد النادي الاهلي وكده. بس انا طبعا بحيي فرقه الجيش كلها النهارده، كانوا رجاله ما كانش في حد خايف، كله كان بيلعب جيت مفتوح عادي ما عندناش مشكله. كنا بندافع شويه لان احنا افترض مننا حد وده سيستم كابتن طارق ما حفظه لنا لعبنا عليه. طبعا نهائي الكاس طبعا ما لعبتش نهائي كاس قبل كده ضد الاهلي، اول مره العب نهائي كاس ضد الاهلي طبعا مع طلائع الجيش، ودي كانت فرصه كويسه جدا وربنا كرمنا ان احنا قدرنا برضو نوصل نهائي كاس ونهائي سوبر، وده انجاز بالنسبه لطلائع الجيش. طبعا ربنا يكرمنا ونحقق ان شاء الله في ماتش السوبر مفاجاه ان شاء الله للنادي الاهلي يعني. اسلام انا بشكرك وبحييك على المستوى اللي انت ظهرت بيه واللي زمايلك كمان ظهروا بيه. لازم نروح لفصل سريع ونرجع نكمل مع الكابتن احمد بلال في اخر فقره من فقرات نمبر 1 وكلامنا عن صالح جمعه، وهكلمه كمان عن باسم علي يعني انتقل كمان الى المقاولين العرب انتقال حر، هل الاهلي كان محتاج باسم علي في ظل وجود محمد هاني واحمد رمضان بيكهام ولا لا؟ هتعرف اجابه الكابتن احمد بلال ولكن بعد الفصل. مرحبا بحضراتكم جديد. طيب يا جماعه عشان موضوع احمد الشيخ بس نكون يعني موصلين لحضراتكم كل ما هو جديد، اعتقد ان احمد الشيخ الكلام اللي بيثار في مختلف يعني التغطيه الاعلاميه الخاصه بانتقال احمد الشيخ للنادي الزمالك، بعض بيقول ان يعني رغبه من جماهير نادي الزمالك ان هي لا تتعاقد مع احمد الشيخ، فعشان كده مأجلين التعاقد. في البعض بيقول ان في خلاف داخل لجنه الكوره، كابتن اشرف قاسم كابتن عبد الحليم وكابتن ايمن يونس، في كلام بيقول على المقابل المادي، لكن اللاعب اوريدي وقع على عقد انتقال لنادي الزمالك ولكن يتبقى فقط الاعلان الرسمي ولسه هنشوف. لكن انا بقول لحضراتكم السيناريوهات اللي بتتقال من جوه الكواليس يعني. فخليني ارجع مره ثانيه للكابتن احمد بلال واسالك على باسم علي، هل باسم علي انت شايف ان انتقاله للمقاولين كان الاهلي ما كانش في الحاجه لخدمات باسم علي؟ لا بالعكس الاهلي كان محتاج. طبعا. طيب مين مين رايت باك اللي عندك؟ محمد هاني، وفي احمد رمضان بيكهام بيلعب الحته دي لكن مش مكانه الاساسي. بالظبط مش مكانه الاساسي. تمام. يعني ما ينفعش يبقى عندك مكان في الملعب يعني لو لا قدر الله بكره يعني. بص الفرق الكبيره وجهه نظري ما ينفعش يبقى عندي لعيب اللي هو الجوكر في مكان اصلا وانت في قائمه عندك 30 لعيب فيها. 30 لعيب ده معناه ان انت لابد في الاماكن الحساسه اللي هي الاماكن اللي لا تقبل القسم على اثنين يبقى عندك فيها اثنين لعيب زي ما عندك باك ليفت علي معلول مع محمود وحيد كمان. يبقى وكان عندك احمد فتحي مع محمد هاني، يبقى وضع طبيعي ان يبقى مع محمد هاني يبقى في لعيب تاني موجود يعني. باسم علي لعيب امكانياته وقدراته رائعه جدا جدا جدا، وانا من اللعيبه اللي انا بحبها. لعيب عنده قدرات وعنده امكانيات، عنده سرعه، عنده مهاره، بيعرف يجيب جول، بيعرف يعمل كروس بشكل جيد، فانا بشوف ان هو كان ممكن يكون موجود مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه. طيب. كان في كلام ايضا يا كابتن بلال في 48 ساعه اللي فاتوا دول على ان احمد سيد بس خد بالك انا بس اقول لك الحاجه، احمد الشيخ ده باقي بكره بس في القيد. يعني لو فشلت المفاوضات ممكن يقعد في البيت جنبنا. لا مش هيقعد في البيت، ممكن يروح نادي تاني. ماشي. طب ايه النادي اللي ترشحه لاحمد الشيخ لو ما انتقلش النادي الزمالك؟ راح مقص بقى. ارجع مقص بقى تاني. ولا سموحه. سموحه؟ ولا سيراميكا ولا البنك الاهلي، هتفكر فيها ازاي؟ الانديه بقت كتير قوي. السنه دي كلهم فيهم فلوس. خد بالك السنه دي الامر بقى صعب. كلهم فيهم فلوس. الانديه كلها عندها امكانيات، الامكانيات اللي عندها ولا ام بي بتخليها بص يعني انا بشوف سيراميكا كليوباترا رايح للدوري بشكل قوي جدا. البنك الاهلي نفس الموضوع. تمام. فلو راح للسيراميكا اعتقد هتبقى اضافه طبعا جدا. انت ترشحه لمين؟ انا قلت لك اربع خمس انديه اخترت سيراميكا منهم.
عشان يفوق يعني قصدك ولا يفوق عشان وياخد فلوس كويسه والراجل يبقى مستقر ومطمن يروح سيراميكا مش المقصه مش سموحه لا مقصه الاتحاد السكندري المقصه السنه دي خد بالك المقصه السنه دي برضو يعني بعد الكابتن ايهاب ما مشي وبعدين رجع تاني وبعدين باعوا لا باعوا لعيبه كتير بس في راعي راعي من غير لعيبه هيرعى مين هيرعى مين دلوقتي هيرعى اللعيبه هيرعى الاهلي لعيبه لا المقاصه ما عندوش لعيبه طب الاتحاد مع باع كل اللعيبه يعني انا هقول لك على المقاصه باع اللعيبه وبعدين جاب راعي فاهم عارف انت طب الاتحاد مع كابتن حسام البيضه ولا الفرخ اجيب اللعيب بس هو هيدعم الفتره اللي جايه كابتن هاب بيعرف يتعامل باللعيبه اللي موجوده يعني يا كابتن ماشي ماشي طب الاتحاد مع كابتن حسام ممكن بس احمد الشيخ يعني ممكن على فكره وممكن ومع حسام مع حسام حسن هيجبره على الالتزام فهي ممكن يخلق منه احمد الشيخ اللي كنا عارفينه في او اللي شفناه قبل كده في المقصه يعني مين مثلك الاعلى لما كنت بتلعب كوره؟ انا مثل الاعلى محليا حسام طبعا انا شفت حسام حسن عاصرته ولعبت معاه ده كان مثل مثلك الاعلى؟ طبعا لعبت جنبه؟ يا سلام لعبت جنبه طب احكي لي موقف حصل بينكم وبينه موقف بس بس انا عارف احكي لي طيب احكي لي موقفين بقول لك ايه كابتن حسام حسن هو كابتن حسام على فكره عايز اقول لك طيب جدا لعلمك جدا اطيب عباد الله بالك المهم ايه بس عصبي قوي المهم احنا في التمرين لسه طالع عنا الدرجه الاولى بقى 18 سنه اتمرن في الدرجه الاولى هم موقفين حقيقه حصلوا لي مع النادي الاهلي اول ما طلعت حسيت ان انا في دنيا ثانيه يعني انا طبعا جاي من الشيء متصايت وكاس عالم وبتاع ومنتخب شباب وحاجات كتير قوي يعني فاهم المهم طلعت اول تمرين اللي هي في النادي الاهلي داخل اوضه اللبس غير هدومي زي بقيه اللعيبه يعني خد بالك انت طالع بقى حلم حياتك هيتحقق اهو كمان خمس دقايق خد بالك المهم داخل اوضه اللبس لقيت عم حارس بينادي عليا يا كابتن عارف انت لسه طالع جديد اول تمرين نعم اتفضل قال لي لا 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 كابتن ثابت الله يرحمك يا استاذ كان ساعتها بيقول لك اطلع غير فوت الناشئين هو من اولها طب ليه؟ قال لك ايه كابتن ثابت الله يرحمه قال لك ايه؟ قال لي انت عايز اول تمرين ليك تخش تغطي في اللبس بتاعت الفرقه الكبيره؟ لا 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 انت قدامك سنه تغير هنا سنه على سنه غير هنا سنه يا نهار ابيض يا نهار ابيض كان ليها رهبه اوضه اللبس في نادي الاهلي طبعا انت بتتكلم بقى في لعيبه عمالقه يعني عندك مجدي طلبه وعندك محمد يوسف وادي خشبه ووليد صلاح الدين وحسام حسن وابراهيم حسن طب الكابتن يعني حسام عمل ايه معاك برضه انا عايز لا انت خد بقى اللي جايه بقى كمان انا طبعا طالع من ناشين معيش لبس اخد لبس من الفريق الاول اخد مين بقى رقم 9 الفانيلا الخضراء لسه فاكر الفانيلا الخضراء مكتوب على رقم 9 ازاي كابتن حسام حسن 9 ما هي فانيلا قديمه مش جديده تمام فالمهم نزلت التمرين انا بقى نازل اللي عارف الدرجة الأولى وبتاع فالمهم كده لقيته بينادي عليا كابتن حسام أحمد تعال مين ادك دي؟ أنا قلت بتاعته ولا مكتوب عليها قلت له أنهي دي؟ قلت له والله هم الدوال اديها لك؟ طيب بيعمل كده بيعمل كده انت لسه مش عارف انك لابس رقم 9 وهو بيتكلم على رقم صح؟ ايوه طبعا انا مش واخد بالي اصلا فكرت دي مثلا بتاعته بتاعت التدريب فانا واخدها لا فقلت له يا كابتن هم انا طيب مين؟ طيب ماشي ماشي لما اطلع لما اخلص لا لما اطلع ايه؟ راح جاي بسرعه رايح الكابتن سابت البطل انت بتديله 9 ليه؟ انتوا عايزين تلعبوا مكاني؟ كابتن حسام في الشوط الخطير ملوش حل يا خبر ملوش حل بس مره برضه يعني لقطه كده خفيفه بنعمل هو دايما عارف كابتن حسام عايز يجيب جوان على طول فالمهم في التقسيمه كانت صب اللي بيعمل تقسيمه على الملعب كله عارف النظام التراي ماتش بتاع سنه 70 ده فكنا عاملين تراي ماتش خد بالك الكوره جات لي قمت مرقص تمام الحضري وجول مبسوط بقى مش هيسيبك سيبني ايه هو كان واقف الناحيه الثانيه المهم بعد ما جبت الجول بلال يا كابتن باصي بص ازاي هو باصي فين قال لي بص سنه 81 تمام في الملعب انا كنت رايح انفراد في غزل المحله وبعد ما رقصت الجون والكابتن خالد كان ورا باصيتها له قلت له انا مالك من واحد
قالك كده. لا لا كابتن حسام، عشان كده انا عارف المواقف اللي الناس اتلعبت معاه في مواقف كتير قوي كابتن بلال، عشان كده بقول ما ينفعش نحكيها بقى. لا انا عارف انا عارف، وفي حاجات كمان ما ينفعش كمان الواحد يحكيها. انت هتقول لي انا عارف يعني كلها الاسواع. طيب كابتن بلال، يمكن عايز قبل ما اختم معاك عايز اروح لك او اروح معاك لموضوع مهم جدا اثير في ال 48 ساعه الاخيره، ان النادي الاهلي بيسعى للتعاقد مع احمد سيد زيزو، ان امير توفيق كلم اللاعب، وان اللاعب صدق كلام كده كتير، وامير توفيق كتب على تويتر ان كل ده كلام ليس له اساس من الصحه، وان زيزو كده كده اصلا قاسله سنتين في عقده مع نادي الزمالك. اولا انا سمعت ايه يعني على السوشيال، انت عارف انت بتقعد تقرا كتير وتسمع. صحيح. قال لك بص كلموه، قفل تليفونه في وشه. يا عم احنا في حرب ايطاليا، قفل تليفونه في وشه والحق مكلم كابتن موسى، الحق يا كابتن انجدني. يا عم صح انجدني. صح. طب راي حضرتك في الكلام ده؟ شوف اقول لك على حاجه، طبعا الكلام ده صعب، يعني صعب حد يصدقه، ولكن يعني خد بالك في كرة القدم وارد كل شيء، وارد ان انا حابب استفسر عن العلاقة ما بين اللعيب والنادي، ممكن يكون باقي له في عقده سنة، ممكن يكون عنده ازمة مادية ممكن يمشي من خلالها، ولكن ما اعتقدش ان النادي الاهلي ممكن يكون بيفكر بالاسلوب ده يا عمر، ما اعتقدش من وجهة نظري ان فعلا امير كلم زيزو وكلمه، لان لو كانت فعلا مكالمة كان امير طلع ووضح، وكان زيزو كمان بنفسه طلع واتكلم وقال ان امير توفيق كلمني عشان يستفسر عن انتقال النادي الاهلي. ما اعتقدش الاهلي بيتصرف بالاسلوب ده، الاهلي يعني محترفين اكتر من كده بكتير جدا، الاهلي عندهم نظره مختلفه شويه. ما ينفعش حتى يعني بص لما تيجي تتكلم في حاجه زي كده، طب ما هو ليه امير يتكلم؟ طب ما تشوف اي وكيل من وجهه يتكلم عنك، او حتى وكيل اللعيب. لما حد طلع اتكلم زيزو كتب على الانستجرام بتاعه انا ما عنديش اي وكيل. امير يشوف وكيل يتكلم عنه. انما يكلم لعيب لسه في عقده سنتين. طب يعني صعب تصدقه. ممكن يبقى في وسيط في النص هو. طبعا هو يقوم بالدور ده. صحيح صحيح، ده اللي بيحصل في كرة القدم. وده العادي جدا. وده خد بالك كلامنا بالنادي الزمالك، لا احنا بنتكلم بشكل عام. وده العادي جدا، انك انت النهارده لو حابب تستفسر على موقف لعيب منه شخصيا، هات وكيل، هات وسيط، حد يكلمه، حد قريب منه، حد يعرفه، تبتدي في المناقشات يعني. انما امير يكلمه، ما اعتقدش ان امير يعني امير اذكى من كده بكتير جدا، واداره الاهلي محترفه اكتر من كده بكتير. طب كريم كان عرض لحضرتك هدف اللي سجلته في افتتاحيه سجل النادي الاهلي، ويمكن بسم الله ما شاء الله كابتن بلال لسه انت عندك السنس لسه عندي السنس. بس اصل انت كابتن الناس اللي الناس ما تعرفوش انك اتجهت دلوقتي لرياضه التنس. انك دلوقتي بقيت التنس ده عشان برضه فيه فيدرر ولا نادال؟ اي بص اي بص الجول يا ده مين حارس المرمى؟ كان حد ولا كان حد واقف كده؟ عايز افتكر لك من جول الاهلي طبعا. كابتن احمد فوزي. يا نهار ابيض، هو اللي اخد اللب ده؟ انا هسيبه بعد كده. اي حد مكانه هياخد اللب ده يا ابني. بتتكلم في ايه؟ لسه عندك السنس يا كابتن بلال. اهو اتفرج اهو، بص اهو شايف؟ بص الكوره رافعها منين؟ من على السكس ياردة. انت خدت بص 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 الكوره فين؟ طب انت يا كابتن مش محتاج ان انت يعني تتمرن او حاجه، انت محتاج تلعب على طول مع النادي الاهلي، ممكن تلعب معاهم. انت شفت الجون الثاني؟ وعندك الجون الثاني اللي انا جبته؟ احنا عندنا الجون. عندك مين هنا اللي هنحاول نجيبه؟ بس يا كابتن دلوقتي انت قول له بس هات الجون الثاني واتفرج عليه. اتجهت للتنس. ها؟ عشان اكسب هذه خشب وايمن. فيدرر ولا نادال؟ بتحب مين فيهم؟ لا انا فيدرر طبعا. فيدرر انت بتحب انت المخ مش العضلات. انا راجل بحب الدماغ. انت بص على جوان انا جبتها هتلاقي كلها فيها دماغ، فن كلها مهاره، انما بقى واضرب وبتاع وتطلع تخانق، دي كوره فيها افكار، الافكار فيها احسن من الخناقات. عدم طول قامتك وانت راس حربه في بدايتك كان عامل لك مشكله، او الناس تقول لك انت ازاي وانت مش طويل القامه عايز تلعب راس حربه، مع انك قوي بسم الله ما شاء الله. انا عايز اقول لك انا اول ما لعبت كوره خالص كنت بلعب بلاي ميكر. ماشي؟ وجيت الاهلي في المكان ده. واللي وظفني راس حربه هو كابتن خالد جد الله. انا اصلا جاي جاي بلاي ميكر اصلا من من ديار بني، كنت بلعب 10 كده تاخد بالك، عارف بقى لعيب بره اصبع من كل اللي انت اللي يعجبك، بس ما كنتش بلعب راس حربه خالص. لو كابتن خالد قالك تلعب راس حربه خالد جد الله لما كنت مقتنع؟ انت جاي الاهلي مقتنع؟ انت هتهزر. طب انت ما كنت مقتنع؟ اقتناعي من عدمه مش ماشي، بس مقتنع يعني نفسيا مقتنع انك تعرف تلعب راس حربه؟ بص المهارة اللي عندي تخليني العب في اي حته في الملعب الحمد لله يعني. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله الحمد مش غرور يعني. يا عم انا بطلت كوره خلاص غرور. المهارات اللي عندي اي حته الحمد لله. انا لعبت، عايز اقول لك على حاجه، انا في تركيا اول ما رحت انقره دي والله العظيم المدرب تركي الماني، اول ما شافني طبعا انت عارف التدريبات ايه. انا ساعات ما باخدش التدريبات بجديه قوي يعني، فاول ما جه قال لي بص بقول لك ايه، انت مش هتلعب معايا السنه دي، اول تمرين
انت متخيل واحد جاي لك اول تدريب يقول لك تشرب معايا؟ تشرب معاك ليه؟ ليه؟ قال لي لا انت مش ملتزم. اول ما شافك كده قلت له انت شفتني فين؟ والله بكلم حوار بجد يعني، انت شفتني فين عشان تقول انا مش ملتزم؟ قال لي لا انت مش ملتزم. المهم قعد ما لعبنيش اربع ماتشات، خدت الشنطه قلت له انا جاي، كنت جاي اقرا من كونيا، ورحت روحت اول مصر الجون الثاني. فبص بص المهاره الحاجات دي المفروض على فكره يدرسوها، بس الترقيص والمهاره والبتاع. اتكلم جد ندرسها يا كابتن، ايه ندرسها المهاجمين مصر بشكل عام. هو في مهاجمين في مصر؟ ما عشان كده عشان ما بيتعلموش يا ابني، اسمع اللي بقول لك عليه بجد، عشان كده عشان ما بيتعلموش مفيش جوال. مفيش مهاجمين في مصر خالص؟ مفيش خالص. في احنا عمال احنا بنتحايل على مروان محسن يجيب جون النهارده اهو من انفراد، بنتحايل عليه. فاهم قصدي؟ اخر مهاجم جه في مصر كنت مقتنع بيه كم مين؟ عماد متعب؟ عماد واسامه حسني الاثنين. اسامه حسني عماد واسامه. اسامه اقدم من عماد. اسامه اكبر من عماد تقريبا بسنتين او ما انا بقول اسامه وعماد. خاطر الراجل ما يزعلش مننا، اسامه حسني حبيبنا. اسامه؟ الشيخ اسامه حبيبنا عشان ما نفتكرش ان احنا الشيخ اسامه ده هداف كبير. الشيخ اسامه يعني اخر واحد عماد متعب. طبعا عماد وبعدين عمرو اتلعب شويه. عمرو جمال. عمرو جمال فترته في الاهلي كانت جيده، فتره الصغيره اللي قضاها في النادي الاهلي كانت فتره جيده. ماجي ما اقنعكش خالص؟ ما عنديش فكره. ماجي ده صفقه يعني انا بصراحه الى الان مش عارف، هم اكيد شافوا له فيديوهات تانية اكيد، ده كواحد تاني او عارف. لما جم قالوا لي ماجي هيجي فعملت سيرش كده على عشان اتفرج عليه. يا جماعه مش استحاله الصفقه دي تتم. استحاله والله بجد. لا صفقه يعني اللي شافه كان عايز لعيبه خلاص، مش بيدور على لعيب عنده امكانيات وقدرات وعنده ستايل وعنده قدرات. لا اللي جاب بادجي ده مزنوق في لعيب. فاهم؟ عارف انت في بعض الاوقات كده بتتزنق، انا محتاج باك ليفت فلازم تجيب لي باك ليفت، فهو ده اللي موجود في السوق فهنجيبه. هو ده. فاهم قصدي؟ فايلر انا محتاج راس حربه في الوقت الحالي. كان مروان طبعا ساعتها كانت الامور صعبه جدا، وكان صلاح محسن برضو الامور صعبه جدا و فاهم. فبالتالي هو جيب الطريقه دي زي جيرالدو بالظبط كده. محتاجين رمضان مش موجود، مش هي طب عايزين مين؟ الحوط لنا واحد من افريقيا. يا عم بيلعب ده بيلعب العاب قوه، ده ما بيلعبش كوره، ده بيلعب 100 متر حره. جيرالدو ما يلعبش، بص مش ستايله مش امكانيات الاهلي خالص على الاطلاق. انت فاكر جيلبرتو كان عامل ازاي؟ طبعا فلافيو لعيب عنده امكانيات. لعبت مع فلافيو يا كابتن بالله؟ طبعا اكيد لعبت مع فلافيو طبعا. مين احسن راس حربه لعبت جنبه؟ هو لعب معايا مش انا لعبت معايا. يعني حضرتك لعبت جنب مين اللي انت لعبت جنبهم؟ بالنسبه لك كنت مبسوط وانت بتلعب؟ والله بص انا كل اللي انا لعبت جنبهم كنت مبسوط. انا لعبت في منتخب مع عبد الحليم علي، كنت يعني مستمتع جدا وبلعب معاه. لعبت مع احمد حسام ميدو تمام، وبرده لعيب عنده قدرات وعنده امكانيات، واستمتعت باللعب جنبه مع ان لينا بعض المواقف مش لطيفه في بطوله كاس افريقيا. مش عايزين نتكلم في القصه دي عشان كابتن محسن صالح ما يزعلش. تمام كابتن محسن حبيبي يعني. لا خالد بيبو طبعا استمتعت جدا باللعب جنب خالد بيبو، علاء ابراهيم، كل اللي لعبت معاهم. احمد صلاح حسني أحمد. عايز تقول ايه قول لي؟ ايه؟ عايز تقول لي ايه قول لي في الكواليس بينك ايه وبين احمد صلاح حسني؟ اكيد في كواليس. احمد صلاح ده حبيبي، احمد صلاح بس احمد صلاح اخرني كتير في البتاع. ليه؟ عشان لا اصل احنا بص في الناشئين الموضوع كان مختلف شويه. احمد ما شاء الله كان طويل القامه. بسم الله ما شاء الله. يعني 100 حاجه و90 وانا كنت 100 حاجه و70 79. فكل ما يلعب يجيب جنب دماغه. انا عايز بلعب بجد. جه كابتن محمود صلاح قال لي بقول لك ايه؟ انت مش تلعب فرود، انت تلعب ناحيه الشمال. تلعب في اي حته. والله صعب صلاح حسني اللي هيلعب. هو اللي هيلعب راس حرب. بس سبحان الله انت كابتن بلال اللي كملت وانت اللي خدت النجوميه كلها وانت اللي تالقت. والله احمد صلاح كان رايح شوتجارت. احمد كان رايح وكان من حسن حظي انه رايح. ماشي ها. لا احمد لعيب محترم ولعيب وراجع الاهلي ولعيب طبعا طبعا طبعا. بس السنه ما كانتش لطيفه في الاهلي. ايه؟ السنه اللي احمد صلاح حسني فيها الاهلي الزمالك كان متفوق في الوقت ده، الزمالك كان افوق صح؟ انا فاكر الوقت ده. السنه دي كابتن علاء صادق كان مدير كورة. مدير الكوره. كابتن علاء صادق كان بيعمل حاجه كده بس ما نجحتش للاسف يعني. كان بيحاول ان هو ايه يجيب اللعيبه الناشئين كلهم بتاعت مصر المنتخب الاولمبي ومنتخب شباب ويكون بيهم تيم للاهلي مستقبلا. تمام. الفكره فشلت. حلوه بس الفكره حلوه بس بس هي ما نجحتش. الفكره الفكره كانت جيده الحقيقه يعني. تمام. هو كان بيفكر ان هو يعمل تيم انت عارف ساعتها بقى كان كابتن حسام حسن مشي وكابتن ابراهيم مشي وسامر كمونه مشي وابو الدهب مشي وكل اللعيبه الكبار مشوا. فهو كان عنده فكر
انه يعمل تيم صغير من الناشئين. تمام. وكان ساعتها بقى منتخب الشباب بقى حسام غالي ورضا شحاته. بص الاسماء اللي جت كلها الاهلي بقى. طبعا. حسام غالي ورضا شحاته وابو مسلم وابو المجد مصطفى وحسين امين و يعني بص لعيبه. انا ببص لقيت فرقه الناشئين بتلعب جنبي في ال... في ال... بس بعد كده كانت ثمارها يعني. بعد كده يعني كمل طبعا. حسام غالي كمل لعب اساسي ورضا شحاته لعب اساسي وابو مسلم لعب اساسي يعني. وابو المجد مصطفى خد برده فتره. بس عارف توليفه اللعيبه الكتيره دي يعني ما كانتش برضو يعني كان ممكن 3 4 لعيبه لكن يبقى 6 7 لعيبه ناشئين اعتقد كده يعني كانت صعبه علينا كلنا. كابتن بلال انا في النهايه ببارك لك مره ثانيه بقول لك الف مليون مبروك كالعاده شرفتني ونورتني واستمتعت بوجود حضرتك جدا. يعني مباراه السوبر الاهلي ونهضه بركان تتوقع مين اللي يكسب؟ انا عارف الاجابه بس لازم اسمعها منك. عايز اقول لك الحاجه الماتش ده صعب جدا. يعني بص من دلوقتي المباراه دي مباراه صعبه جدا. انا شفت نهضه بركان بيلعب مع بيراميدز فرقه بتلعب اجريسيف بشكل مش طبيعي. بيلعب معتمد على القوه بشكل مش طبيعي. عندهم قوه وعندهم سرعه. ممكن ما يكونش عندهم المهاره. انا اللي انا شفته في مباراه بيراميدز ما عندهمش المهارات الفرديه العاليه. ولكن عندهم قوه وعندهم سرعه وعندهم روح قتاليه عاليه جدا جدا. المباراه هتلاقي فين؟ في القاهره ان شاء الله. يبقى هنكسب ربنا يسهل ان شاء الله. كابتن بلال بشكر حضرتك شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بكره ان شاء الله نشوفكم على خير. عندنا بكره حلقه مهمه. حلقه دايما زي ما حضراتكم متعودين بتكون فيها تصريحات كواليس كلام في كل الملفات. هيثم عرابي هيكون متواجد معايا بكره ان شاء الله في حلقه مهمه في ختام اسبوعنا من نمبر 1. نشوفكم بكره دايما على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.